مشاهدي الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حوار نواكشوط. بات الثالث من مايو منذ عام 1991 عيدا للصحافة. فيه يتذكر المشتغلون في المهنة عبر العالم مآسي المهنة، كما تسجل النقابات والرابطات أبرز الانتهاكات والخروقات التي ترتكب في حق صاحبة الجلالة، تخصصه الحكومات كذلك لإظهار مدى النجاحات في مجالات الصيانة وتعزيز حرية التعبير. وتخلد الصحافة الموريتانية المناسبة هذا العام تحت وقع التحذيرات الرسمية من الانجرار وراء الأجندات الأجنبية، وهو ما اعتبره المراقبون نذيرا بالتضييق على حرية الصحافة في وزارة الاتصال. أشاد المسؤولون بتصدر البلاد لقائمة الدول العربية في مجال حرية الصحافة. أما الاتحادات الصحفية فقد انبرت في مناشطها المنظمة بالمناسبة للتأكيد على ضرورة التزام المؤسسات بدفاتر الشروط وتوقيع العقود مع الإعلاميين والصحفيين، ومنع ما أسمته بمن لا يملكون المؤهلات من ممارسة المهنة. هذا الموضوع أستضيف حوله ولمناقشته أبرز المشتغلين بمجال الصحافة الموريتانية، ونستضيف بصفة خاصة المعنيين من نقابات ومن مشتغلين في المواقع الإلكترونية والصحافة والإعلام بمختلف مناشطه ومشاغله من مصورين وغيرهم. أستضيف للحوار الأستاذ موسى والبهلي، وهو إعلامي ومن رابطة الصحفيين الموريتانيين. أهلا موسى. وكذلك أستضيف أحمد سالم ولا المختار السالم، وهو إعلامي ونقيب الصحفيين الموريتانيين. أهلا وسهلا المختار سالم. أهلا وسهلا. وبالإضافة إلى هؤلاء أستضيف محمد علي والعباد، وهو رئيس اتحاد المواقع الإلكترونية الموريتانية. أهلا وسهلا بكم. سلام. بالإضافة إلى هؤلاء يحضر هذا النقاش جمهور من المشتغلين بالمهنة، من بينه رؤساء التحرير والمشتغلين في قطاعات الصحافة المسموعة والمرئية والإلكترونية، بل والصحافة الورقية سوف أقدمه بعد حين. إذا نبدأ من حيث توقفنا مرور عام على الصحافة الموريتانية. ما هي أبرز النجاحات وأبرز الإخفاقات باختصار سيدنا ريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا. في البداية نختار نوجه تهاني الجسم الصحفي كامل، ونتمنى على الغائب من واللي منذ أزيد من سنة ونصف مفقود في سوريا الأستاذ إسحاق والمختار الصحفي المعروف، أنه يتمنى لنا يعود لنا بالعجلة حتى نجد طعم حقيقي لعيد الصحافة. بخصوص أبرز الإخفاقات، نحن نعتقد على أن تابعنا المشهد الإعلامي في هذه الفترة الفاصلة فيما بين العيد السنة الماضية والعيد السنة الجديدة، وبالتالي سجلنا جملة من الملاحظات. هذه الملاحظات تتصدرها قائمة انتهاكات الحرية على مستوى التعدي، الاعتداءات على الصحفيين. الاعتداءات على الصحفيين سجلنا منها 9 حالات. هذه الحالات ما بين اعتداء لفظي واعتداء جسدي. وتمجزت للسنة بعد أنها تم توقيف صحفيين بمخابر الشرطة للتحقيق معهم، وتم استدعاء صحفي آخر للتحقيق معه لدى الشرطة. وبالتالي السنة الماضية سجلوا فيها 10 حالات لكن ما كان فيهم توقيف ولم يكن فيهم استدعاء من الشرطة. هذا التوقيف والاستدعاءات التالية اللي جرات فوتيرة متأخرة هي اللي جعلتنا ذيك الساعة بوقتها نقيم إنذار مبكر حول المخاوف اللي عادت عندنا أن يعود هنالك نية ربما عن قصد أو غير قصد للتضييق على الصحفيين أو مضايقة الصحفيين. من أبرز الاختلالات الأخرى هو على أن دفاتر المطالب اللي أطرحها في الحقل الصحفي السنة الماضية ما زالت هي نفس المطالب التي تراوح مكانها، ولا هي نقبلها لك حكما. لا، سنصل التفاصيل فيما يخص تلك القيود المفروضة على المجال السمعي والبصري بعد حين. إذن هذه المطالب ما زالت تراوح مكانها، ما فات خلق فيها أي تقدم على المستوى، لكن نسجل بارتياح
البادرة الأخيرة اللي خلقت واللي مكنت رئيس الجمهورية على أنه يعيط لرؤساء الروابط والاتحادات الصحفية ويشد معاهم الأخبار. لا أعلن رئيس قاعد يعيط للمجموعة هذه ويشد معاها الأخبار، هذه بادرة حسن. وقلنا أعلنها فرصة، يجب أعلنها ما توفى بذيك الحين لا تعود مظهر كرنفالي، وبالتالي تعود مهمة وعندها معنى اللاين تستمر في السياق الزمني. بها اللي عندها مسألتين مهمات، الأولى على أن تمكننا احنا كرؤساء ومهتمين بالحقل الصحفي نعرفوا مشاكله لأننا نطرحهم على الرئيس، هو أعلى سلطة في البلد، مثل أعلى سلطة في البلد. ثانيا تمكن الرئيس من أنه يعطينا وجهة نظر الحكومة في قدر من القضايا المهمة، وبالتالي لين تعود هذيك الوضعية لا يتوفى عليها يعود ما عندها قيمة، إياك تعود عندها قيمة لابد أن تستمر في الزمن بشكل منتظم أيضا. واضح. الأستاذ محمد علي والعباد، الحديث الآن يدور دائما حول المعطى المرتبط بأداء ودور وسائل الإعلام الإلكترونية، كيف تقيمون عام وتستشرفون عاما آخر؟ أولا قبل أن أبدأ أهني الصحفيين الموريتانيين على عيدهم الدولي، أرجو أن يكون تقليد هذا العيد كل سنة بجو من الحرية وبجو يتمتع به الصحفيون بظروف جيدة ودون مضايقات من السلطات العمومية. أرجو تكريس هذه الحرية. أولا أعتقد أن الصحافة الإلكترونية بصورة عامة هي التي توجه الرأي العام حاليا، وهي التي عليها المعول الآن. إذا كانت هناك انتهاكات في مجال المهني فربما يكون الاتهام الأساسي على الصحافة الإلكترونية، أولا نظرا لسرعة المعلومات، للتنافس على السبق الصحفي، للتنافس على إعطاء المعلومة قبل تنقيتها. هذا عن دور هذه المنابر، ولكن الحديث عن الإخفاقات والنجاحات والاستشارات. أولا أنا أعتقد بأن هناك نجاح كثير من النجاحات، أن هذه وسائل الإعلام استطاعت أن تفرض نفسها على الرأي العام، استطاعت رغم الثغرات أن تكون هي الموجه الآن لجميع السياسات، وهي مصدر المعلومة ومصدر الخبر بصورة عامة. إذن تسبق جميع وسائل الإعلام سواء كانت سمعية بصرية وسواء كانت ورقية. إذن أعتقد بأن هذا يعتبر مكسب للصحافة الإلكترونية. هناك بعض العوائق التي نسجلها في هذا الصدد، هو أن هذه الصحافة أصبحت تتمدد بصورة كمية أكثر من أدائها المهني والنوعي الكيفي. لذلك فإننا في اتحاد المواقع الإلكترونية مستاءون من تكاثر المواقع، أولا مستاءون من تكاثر المواقع، ثانيا مستاءون من عدم ضبط أو تحديد كمية هذه المواقع، واعتبر بأن ذلك ربما ينعكس على الأداء الصحفي وينعكس على الصحفيين بصورة عامة. فما لم يكن هناك حصر للمؤسسات الإعلامية لا يمكن أن نقوم بحصر للصحفيين. كيف يمكن أن تقيدوا الفضاء الإلكتروني؟ سأعودك لسأعود لنفس الموضوع مع موسى والبهلي. موسى، أنتم في رابطة الصحفيين الموريتانيين يعني خلال الأيام الفارطة أصدرتم بيان طالبتم فيه بتوحيد الجسم الصحفي، ما هي يعني الدواعي التي رمتكم إلى هذا المطلب؟ شكرا. مطلب قديم وجديد جددناه بناء على الاستدعاء الأخير رئيس الجمهورية للصحافة. تعتبروه انتهاك خطير؟ اعتبرنا على البادرة اللي اعطى رئيس الجمهورية فعلا الجسم الصحفي يتوحد، والمبادرة اللي ما قالها قاعد بشكل صريح غير بعد قالها انها كانت بادرة جيدة ولقينا لها يدينا. يا غير نقص علينا القضية الممارسة اللي خلقت عقد ذاك الجهة مثلا الوصية استغلتها استغلال سيء جدا. ما نية رئيس الجمهورية فعلا يوحد قالها وتوف يا غير بعد للي شفنا على الأرض كان مغاير، ما نعرف كانوا تعليمات، ما نعرف كان مغاير جدا. أولا اليوم اللي اليوم يرتعد يوم الاحتفال بحرية الصحفيين، يرتعد فيه تكريم الدولة تكرم فيه الصحفيين الإنفذال، تذكر فيه الصحفيين اللي قضوا سبيلا تحرير الكلمة. حتى الشعار الدولي
اللي محتفل به الدول كامله ما هو الشعار اللي احتفلنا احنا به. احنا ما زال عندنا عيد وطني قد محتفل بالشعار نبطيره بعد على الاقل نواكب العالم بالشعار. العالم داير حريه وسائل الاعلام من اجل مستقبل افضل. احنا اخترنا شعار اخر ما نعرفه واحنا مولي ما سولنا عنه يعني. واضح الحديث فيما يبدو يتحدث عن هنالك تقدم تحقق منذ سنوات وهنالك تراجع ايضا في الحريات. هذا يقودنا للعنصر الاول من حوار الوركشوب. اعتقد عموما بان في موريتانيا كما تلاحظون منذ 3 سنوات تقريبا لم نحقق كبيرة تقدم فيما يرتبط بالمشهد الإعلامي. لا وجود لقوانين ناظمة جديدة أو ضابطة، لا وجود لبنية تحتية جديدة، تم تعطل لمفهوم المرفق العمومي الخدمة العمومية في مجال الإعلام العمومي بصفة عامة، وتعطلت أيضا دار الصحافة التي كانت قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ. وأعتقد بأنه عموما في السنوات الأخيرة خصوصا سنتين او 3 سنوات الماضيه لم نشهد تقدما يوازي التقدم الذي حصل قبل 5 سنوات في مجال تحويل او انجاز بعض من الورشات المرتبطه بحقل الصحافه بصفه عامه. تتذكرون قبل 3 سنوات تقريبا الى 4 تم تحرير مجال السمع البصري، تم مراجعه القوانين بما يضمن عدم حبس الصحفيين في قضايا النشر، تم زياده على ذلك استصدار قانون لدعم الصحافه الصندوق الدعم العمومي للصحافه المستقله. كل هذا في فتره وجيزه جدا منذ المراحل الماضية ما لم نعد نلمس كبير تقدم في المشاغل المرتبطة بالإعلاميين لحد الآن. أضرب أمثلة على ذلك فيما يرتبط بالتصالح مع مقتضيات الخدمة العمومية بالنسبة لمؤسسات الإعلام العمومي، توقف ذلك المسار. دار الصحافة توقفت أيضا، عملية زيادة صندوق الدعم العمومي توقف، التكوين كان آخره هو تخريج عملية 30 صحفي في المدرسة الوطنية للإدارة، ولكن لهذه السنة لم يتم تنظيم اكتتاب جديد. اتسع فضاء الحرية فيما يرتبط بترك الصحفيين ليكتبوا ما شاءوا مقابل نوع من ضمور حضور آليات الضبط، سواء الضبط الذاتي لجنة احترام أخلاق وأدبيات من الصحافة، أو سواء الضبط الرسمي كهيئة مستقلة بالنسبة للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية. في حديث النقيب السابق الحسين المدو تأكيد على تراجع يطال الصحافة الموريتانية. يحضر معي للنقاش رئيس تحرير موقع الطواري أستاذ عزيز الصوفي، إذا كانت عندكم تعقيب على الموضوع وباختصار لو سمحت. شكرا جزيلا، أنا سعيد للحضور في هذا البرنامج وإن كنت قد قاطعت شخصيا ليس رسميا، قاطعت فعاليات العيد الدولي للصحافة نتيجة لما أشار إليه اليمين لعام دراسة الصحفيين، ما لاحظناه من تميع رسمي لحقل الصحفي. أنا نختار نقول عن فعلا في حريات، لا ما يقدر حد يشكك فيها ولا يقدر يكابر عن الدولة عن أعطاءات حريات، بل هذه الحريات زادت قاعد للحد المطلوب كيف قالوا القادة، بحيث عنا عندنا نخشى وكإعلاميين من تتحول حريات من حريات نافعة ويراد لها أن تكون نافعة إلى حريات ضارة تضرب الوحدة الوطنية، تنهك في أعراض الناس، تنشر الرذيلة، تفكك المجتمع، تسعى إلى تخريب الدولة. هذه الحريات التي لم نستفد من، سمحوا لي راني رقبتي توجعني شوي، لم نستفد منها كما يلزم. فالمطلوب منها أن تساهم في تنمية المجتمع وأن تساهم في تنمية الدولة وأن تعطي الحق وترسخ الديمقراطية وتعطي دفع إلى الأمام، بل العكس الآن نحن نتقهقر بسبب غياب الضبط. وهنالك أيضا تدافع المسؤولية، السلطات تحمل المنظمات الصحفية الجادة المسؤولية، الصحافة المهنية المسؤولية، الصحافة أيضا يحملون الدولة المسؤولية لأنها ساهمت بشكل أو بآخر في تميع الحقل الصحفي من خلال تراخيص وهمية، من خلال مساواة الناس الجادة والفاعلة والتي تعمل وتكون وتنتج
مع أناس مع احترامي الكامل لهم يحملون تراخيص فقط. ساوت بين المؤسسات الإعلامية الجادة التي فيها مجموعة من الصحفيين المهنيين لديها مقرات تدفع رواتب، مع فقط من يحملون حقائب ومن ليست لديهم مقرات. إذا اختلط الحابل والنابل، لم تعد تميز بين من هو الصحفي ومن هي المؤسسة الصحفية، لم نعد نعرف إلى أين نسير. إذا هذه بصورة موجزة هذا هو الواقع المزري الذي تعيشه الصحافة اليوم، وإذا لم ننتشله فسنصل إلى المجهول. أعود لك أستاذ عزيز، شكرا. الحديث يدور حول تخلي الدولة عن رعايتها كجهة وصية، وأيضا غياب الضابط الأخلاقي والضابط القانوني في تسيير الإعلام من قبل الإعلاميين أنفسهم. لماذا مثلا لا تكون النقابة لديها ردة فعل تلزم، أو على الأقل يمكنها أن تقيد من هذا الانجراف اللانهائي؟ ما هو دور النقابة في هذا؟ وإذا لم يكن لديكم دور أو شيء، لماذا لا تعلنونها وتستقلون وتتركوا الصحافة وشأنهم ما دامت الدولة هكذا تريد لهم؟ تفضل. آليات الضبط لأنها معروفة ومعروف، وحدة جهات تعدلها. خالق شين قال له كرد هو اللي مسؤول عن ضبط اللي هي لجنة أخلاقيات احترام أخلاقيات المهن. هذه هيئة موجودة وهيئة قانونية، يعني منذ 5 سنوات لم نسمع لها. على كل حال هيئة قانونيا موجودة، فعليا لك سؤال مطروح مناقش. نحن نوجهه إلى رئيس اللجنة، أنا شخصيا نوجهه إلى رئيس اللجنة دكتور عبد الرحمن ذو الحرمة، ونقول أن الصحافة لازم تقبض اللجنة دورها فيه الآن قبل غد. هذا طلب منا احنا كصحافة وكمشتغلين بالمهنة. الدور الثاني هو الجهاز الرقابي لعدلة الدولة، واللي ينقال له السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية. والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية قلنا لأنها في وضعها الحالي لأنها عاجزة لا تمكن أن تراقب المشهد الإعلامي. أولا ظروف تتعلق معوقات خارجية، ثانيا قلة حسن إرادتها هي فعلا أنها تمشي للضبط. أولا 5 رواقيش ما يقدروا يضبطوا المشهد الإعلامي اللي انفجر واللي تطور كثيرا، خصوصا على أنها عدلة ظروف لم تكن فيه موجودة على الساحة تقريبا إلا الصحافة الورقية وإلى حد ما الصحافة الإلكترونية. تطورت الصحافة الإلكترونية وتمدت أفقيا وخلق فيها انفجار كبير، وجعلها تحرير الفضاء السمعي البصري، وتمت هبها على 5 رواقيش. ثانيا هذا 5 رواقيش ليسوا من أهل الاختصاص، وبالتالي ما يقدروا، من الطبيعي جدا لأنهم ما يقدروا يراقبوا اختصاصهم، لا ليسوا من أهله. الآليات المادية اللي عندهم حسب ما أعلنت سابا ومقال، لأنها أيضا الآليات المادية لا تمكنهم أنهم يوفوا. وبالتالي نحن كنقابة لا يمكن أن نقوم بدور الآخرين. عندنا شنو؟ عندنا جهد نبذله هو تذكير الصحفيين، محاولة إعداد دورات تكوينية، تعزيز المهنية، وترسيخ المسؤولية، طلب ترسيخ المسؤول المتعدد المسؤولية، وطلب الانضباط الأخلاقيات المهنة. ولين يتجاوز حد من أعضائنا نقدر نقول في حقه حاجز ردعي، لأن لا نملك سلطة أخرى خارج عن هذا، حد ما هو عضو منا لا نملك عليه سلطة. ونذكره دائما ونقولها على أن كرد يا الله تنتفخ فيه الروح لين يحيى، وعلى أن هابا ما يا الله تتقاعس عن مسؤولياته. وهذا هو الوسائل مع رئيس الجمهورية، طرحنا له القضية وشرحناها له وشرحناها له، قال عن هبة يا الله توسع لين تعود عندها الآلية اللي تمكنها من الرقابة، ويلا يدخلوها الصحفيين إياك تقدر تأدي، تعود الجسم اللي لا يتراقب وفيه الاختصاص يقدر يراقبه. وهذا أعتقد على أنه على ذكر حديثكم مع رئيس الجمهورية، هنالك أحاديث متداولة أن رئيس الجمهورية من خلال النقاش الذي دار بينكم معه كان حادا، وكان في خطابه توجه إلى تقييد الجسم الصحفي والعمل الصحفي. على العكس من ذلك، وإحنا موجودين هون لأنه نقول الحقيقة، لأن إذا ما قلنا الحقيقة نعود كذبنا، والكذب عندما أعتقد أن الكبيرة والحرام لا تواسى العصالة، وبالتالي لا نقول الحقيقة. ما هو تعدال ترويج والله خدمة عدلها رئيس الجمهورية والإقرار، إنما هي الحقيقة. رئيس الجمهورية عيط للروابط وقال لهم لا يناقش معهم قضايا حساسة تتعلق بالوطن وشرحها هي وهي، بل قال لأنه بصريح العبارة قال، وهذا كلامه هو،
ما ندور حد يشكر الحكومة ومسؤول شكر ما يقربوا ذاك مني واحد وعيب ما عد الخطأ ما له يضروش وأنا يوميا قال يقعدوا لي هون المسؤولين ويقولوا شفت نتائج الحرية وكذا وكذا ويا الله تقيد يقير رافضها والحرية أصبحت مكسب للشعب الموريتاني والشعب الموريتاني ذلت ملايين إلى أخطأ فرد عن قصد أو عن غير قصد من حيث يشعر أو لا يشعر لأن هذا الفرد الواحد ما يقدر ينقبض شعب كامل بجريمته لأن الحرية مكتسب الموريتاني يلا وتبقى الموريتاني هذا هو كلامه بكل صريح لم يكن متشنجا وإنما قال إن ولاها مرتين وثلاثة وقالها باللغة الفرنسية استجدي فيكم وخاطبوا فيكم الروح الوطنية لأن الوطن ما هو ليانا هاي حكومة ماشية ودرز جسابق وعراها واحدة ومشات سابقة واحدة هذا الوطن إنه كاملين وباقينا يا الله نحافظوا على مصالح هذا هو كل ما قال وتكلم بلغته الاستجداء واضح رئيس الجمهورية حسب النقيب يستجد الإعلاميين للتقيد بضوابط أخلاقية أكثر من يقوم بكسر هذه القواعد هي المواقع الإلكترونية والمشتغلين بالإعلام الإلكتروني بل أن استدعاء رئيس الجمهورية لاتحادات صحفية تبعا لخطأ جسيم يحمل به الإعلام الإلكتروني كيف تتحملون كلها وزراء الأخطاء الرسمية والأخطاء الحكومات وأنتم الآن موضع اتهام بتشكيل خطر على الوطن الأم أولا هو الخطأ طبيعة بشرية لأن مواقع إلكترونية ووسائل الإعلام بصورة عامة بجو كيف جو نحن ما فيها مهنية وما زال يوصل من الطاقم طاقم يخص يوصل من التجربة ويخص يوصل من الأمور اللي قد يعرف خلاص احنا نتكلم عن الموجود هو الموجود هكذا قلت لك بعد الخبر بعد الخطر والمهنية ما يجعل هذا لأن عاد فهم خطأ على أنه قد يكبر كيف قال النقيب أنا كنت حاضر في اللقاء مع رئيس الجمهورية لم ولاحظ اي تشنج ورئيس الجمهوريه يعني قلنا قال على انه لا تعيد قالوا النقيب لا تعيد انت رئيس الجمهوريه اتهم الصحافه انت تتلقى رواتب من السفارات وانا لا يجاوبك احنا ندورك واذا متهمين انتم حن يجاوبك ولم يتهم حن يجاوبك هذه كان كلامه قطع لم يتهم هو قاطع قال عنه يعرفهم واحد واحد هو 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 كان ردا على مداخلة من أحد الزملاء قال أحد الزملاء لأن فم بعض الصحفيين اللي كثير منهم اللي يتلقى رواتب منهم قال أعلن هذا الموضوع يا الله تحدي خليه وأعلن هو يعرف جميع الأمور وأعلن ما غايب عنه شيء إذا ما فم اتهام مباشر من فم صحفيين عنده أعلن أنهم يتلقوا رواتب إذا ما كان فم اتهام كان ذم مرد على هاي الصحافة فيه زميل يتهم زملاء إذا فيه زميل يتهم زملاء الرئيس قال له أنه ما هو داخل في تفاصيل إذا المرد اللي هون أنا اللي قايل لك أعلن اللي قالوا اتحاد قالوا المواقع والصحافة الإلكترونية بصورة عامة كما قلت أعلن هم ردعات اليوم فيهم فيلات وأعلن نحن كمهتمين بالحقل قلنا أعلن يخلق يلا تخلق دراسة كيف اللي خلق في جميع البلدان اللي مجاورة منه تقد ترصد هذا الحقل وتقد تعرف ايش فيه من المواقع وايش فيه من المدونات وايش فيه من الناس اللي تقد تشتغل في هذا الحقل وشنهي مؤهلاته من أجل ضبطها لأنك أنت ما تقد تضبط حقل ما تعرف ذا اللي فيه وتعرف كميته وتعرف إحصائياته قلنا لنا يلا الدولة ويلا القائمين على هذا يساعدوا كاملين لأن هذا عاد فيه خطورة على الصحافة وعلى المؤسسات الصحفية اليوم الصحافة ما تقدر تخلق بدون مؤسسات صحفية يشتغلوا فيها صحفيين يعني نعود كل رقاش يشتغل في الشبكة العنكبوتية عنده موقع ما تعرف مؤهلاته وما تعرف ذا اللي عنده يعود صحفي هذا يعود صحفي هذا ما هو مهم إذا نحن اليوم لا ندخلوا في ارتباك ما هو مهم إذا الفاصني في لارك شنو تدقيق الحقل معرفة اللي فيه معرفة اللي مهني منه معرفة اللي ما هو مهني اللي ما نعدله هذا لا يتم المردة الاتهامات باللي موقع قد يعود قاعد واضح ما هو واضح ما هو ما هو ما عنده أي تأثير ولا عنده شيء تقبل وسيلة إعلام أجنبية وتنقل ما عنده وتجعل هاي المردة يحس بها هي كان قاعد ما واضح ما محسوس واضح يعني الأستاذ موسى الحديث جرنا لتخليد الروابط رابطة الصحفيين الموريتانيين العيد الدولي للصحفيين نتلقى خطابات ونتلقى تأكيدات على وتطمينات على مجال حرية الصحافة لكن أنا
لا يعني لا المشهد لا يتصدره تقارير مكتوبة ومؤسسة من قبل مؤسساتكم تتحدث عن وتؤسس للخروقات والانتهاكات شأن كل النقابات في العالم. شوف زميل انا اختار نرجع شوي تفضل باختصار تعود لنرجع شوي لهذا به اذا كامل هي الدوله اللي تكون عندها اراده اصلاح قطاع معين تقدم اليات لاصلاح هذا الرواز. الكلام وحده ما يزيش يعني الاراده السياسيه غايبه. احنا بداتنا اراده سياسيه غير تطبيقات ما اجبرناها. الصحافه الحق للصحافي اليوم اللي ميعه واللي مخسره هو اعلن الترخيص ما فيه أكد ضررتي ما فيه ما قد يجي مجنون عنده ترخيص ما مسموح له به ويقد يجي حد ما عنده شهادة وعنده ترخيص معناه أنه هو متاح لأنه يعود فيه المجانين وفيه المعاقين وفيه عقليين وفيه كل شيء ما فهم ضوابط أسوية سنين معناها الصحافة قد حد يرقد الليلة ويصبح لأنه ليه يقعد صحافي وتماشي وقد يعود كان على حمار وماشي بطو لين يقول هذا قاع ما يحصل في الله. الصحافة قال لا تقرف لين تماشي عند العود الصحافي ويقوم يجري ويمشي في الزيارات ويجبر الهواء. الضوابط ما هي خالقه. ومن هو الصحافي ما جاب عليها حد، الدوله ما جاب عليها، ذات انطرحت وناقشت وموجوده ومعروف من هو الصحافي، شكلا معروف من هو الصحافي، يا غير تطبيقه ما هي مقبوله له توف، فرض على كل صحافي يندار عليها 10 من الناس اللي مدعي انها صحافي، اياك ما تخليه يعدل شيء. الجهاز الرقابي على السلطة الرابعة، السلطة اللي هي في الديمقراطيات كاملة تعود السلطة وتعود ما هو خالق، ولا اللي خالق منه يحاول لا انه يفرق الصحافة، ويحاول لا على انه يميعها، ويحاول لا على انه يعدلها ما يخالق، ياك تم لا في ارتباك وتم ما قدر يتعدل شيء، وتم من اللي الصحافي ما يستطيع ان يفتخر بانه صحافي. به اللي لكن اللي يوقف يقول انه صحافي اسمه هو من هو، معناه انك انت قاعد خير لا تعود مالك صحافي. واحدين فعلا خلقت لهم قفلوا عليهم وديارهم وساووا عليهم الصحافي به اللي ما يقد حتى ماشي يلا تعدل. احنا طالبنا بقانون بسيط. انتم هاي الشائعات اللي تكلموا واقع عنها واللي يندار في المواقع يلو كانت انفتحت مصادر الخبر قدام الناس كامله وعدل قانون للمعلومات وحد كامل ما اعطى معلومه لا تمس الامن العيني معلومه لا تمس الامن لا تمس السياده الوطنيه حد ابي يعطيه ينحبس والله يغرم الى يعود هو الى ما اعطاها ما قادر قافل عليه مديره قافل عليه بيروه له عاطي معلومه ما هو عاطي اي معلومه وتو ولا هو قاعد يتكلم مع الصحافي والصحافي يعتبره شيء ملكه ذاله له عاطيه اخباره. الصحافي الحقيقي خليت بينه مع الشائعه وذاك قاعد ما هو صحافي يدور يدخل عليك انت وتعطيه وقيات وتماشي. اليوم الدوله اللي عادت اللي هامها انها تحرر الصحافه وهامها انها تعدلها تعدل قانون المعلومات تم تعطي المعلومات للصحافه وتعدل الضوابط هي في ضوابط وفيه المعلومات غير يقع ما تعرف الصحفي منه والاعلاميين انتم كصحفي بسيط صحفي بسيط احنا اللي يعنينا منها اللي يعنينا احنا منها كروابط وكنقابات اللي يعنينا منها اعلنا ما يالله نعود عندنا ندرى حد كامل منتسب ما فيه المعياريه ما يالله نقفلوا ابوابنا قدام لا تفرقوا انا عند الموقع الصبح الصباح ويجيك انت بالرابطه تقبلني هكا لا لو قلت لك اعلنا احنا كيف مثلا اتحاد اتحاد هو قاعد اتحاد مقاس الرابطه لا يحصل القبول كصحفي واصبح لا هو اللي مرفوض تماما مصوره وعنده هو اللي مرفوض تماما المصور بطاقه عند الوزاره لا من تميع الصحافه المصور المصور مهنه تنقرا مهنه تنقرا وحد ما عنده عليها شهاده ما يعود مصور كيف الصحافي كيف كان مع هذه الخروقات هنالك حديث عن نجاحات وعن ايضا كوكب من الاعلاميين الذين وجدوا انفسهم فجاه يقدمون الخبر ويحترمون المشاهد والمستمع ويقدمون ايضا مهنه طالما كانوا يتوقون لاداء ما تستحقه. العنصر الموالي للاعلاميه فاطمه يتحدث عن الموضوع. بالنسبة لي تحقق الكثير وفتح الفضاء السمعي البصري كان حسنة وأفرز أهم ما ميزه أنه أفرز طاقات خلاقة وكفاءات جيدة جدا وزملاء في الحقيقة كانوا مطمورين ومجهولين ويلفهم لا أقول النسيان وإنما جهلنا لهم في حين هم قامات سامقة
أفرزها هذا المعطى الجديد تمثل في قنواتنا الوطنية وإذاعات سواء منها ذاك اللي مستقل وحر وذلك الرسمي فقط. أسجل أن أيضا هناك عقبة كأداء تتمثل في أهمية التكوين والتأطير والتأهيل للعمال في هذا المجال. ينبغي استثمار خبرات هذا الموجود من أولئك الأوائل والراعيل والذين لهم خبرة سنوات عديدة في هذا المجال. شكرا فاطمة على التقديم وعلى الإشادة بالنجاحات كما تسميها. أبي محمد بونا عندك تعليق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أبي محمد بونا من موقع الأطلس أطلس إنفو. تفضل. عندي تعليق على اللي داولوا سادة الرؤساء والأمين العام لرابط الصحفيين. تفضل. لاحظت أنهم تقريبا أغلب اللي دار حول النقاش شيء ما وطاوا على بلوجي اللي يعاني من القطاع. يعني تفضل أنت قدمنا أنت. حسب وجهة نظري. حسب وجهة نظري علن مشكلة الإعلام اليوم مشتركة بين الروابط والنقابة والاتحاد والقائمين على القطاع لنفسهم قبل تودر الدولة. لأن احنا اليوم تفرقة مثلا كي نقولوا ما نعرفين قاعد الوصل علينا هو شنو هو من باب الدولة ما قدروا نحملوا المسؤولية للهبة ما حملناها الوزارة الكانت أصلا. يعني اندثرت ما تتخلقوا ومازلنا مرتبطين بها ظل أيام سيد من شيخ علينا. احنا ما فهم شي يربطنا. الثانية المهديك الصحفي في وجهة نظري يحدوا هو اللي حدد راسه. يعني ذو اللي سابقوا ما لحق أكاديمية سابقوا ياك يدخلها يمشي مشيها ولا لحق مثلا قدامه ولا إطار منظم وغير منظم. ذا اللي منه دخل في ذا المنظم منه يعتبر صحفي منضبط. ذا اللي منه خارج ذاك يعتبر فوضوي. لذا ترجع المسؤولية وهي هي الأساس كل شيء لأن الصحفي نفسه هو اللي حدد مكانته بين المجتمع. والله زاد العكس المجتمع هو اللي حدد منه الصحفي. ما فهم ذلك قال له ضبط من شور الدولة ومن باب الترخيص وما إلى ذلك حق كأي مواطن لا ورقة كتاغرط عادي أي إنسان تقدم لها عنده إمكانية فاشي قد مثلا يواكب ذلك العصر اللي هو مواكبة الله لما أنه ما يسهل لي تقول لذا هو اللي قاعد قيم ياسر من الإحساس لا بد أنه منعود عنده قدرة لذلك منين يفوت يحصل على ذلك الترخيص لك هو وعنده القدرة على يواكب وأداؤه كان جيد معناه أنه يلا يحترم له ذاك اللي قدم. فمثلا قال لهم الضوابط والثوابت يلا عودوا تقريبا ما هم طرح للنقاش به يلا عودوا خطوط حمراء ما هي من مصلحة الصحفي يسوى شيء هي مثلا حالته كانوا مضبوط ولا غير مضبوط مثلا كانوا ملتزم وغير ملتزم يلا تعودوا لهم ضوابط ممنوع يعني ما فيه نقاش اللي قالوا ثوابت الوطنية ممنوع. قضية اللي قالوا خلاقية المهنة ربما تعود الناس كاملة ما هي متوافقة حتى على لجنتها إطار القانون اللي عدلوا أعرج به اللي ما متوافق عليها الناس كاملة قاعدة لها مجموعة لكنها تستمر لعشرات سنوات هكذا عشرات سنوات يعني لا يوجد صحفي أكيد لم يكن هناك من الكم أنذاك الموجود حالة واضح لم يكن هناك واضح أبي. الحديث كما أسلفت فاطمة تحدث عن نجاحات لا يمكن أي أحد أن يشكك أن الفضاء الإعلامي في موريتانيا ينفجر الآن على شقيه الإعلام السمعي والبصري وأيضا الإلكتروني غير مقيد ليست هناك توجيهات ولا توجهات محددة يكاد يكون أيضا الخط التحريري لأي مؤسسة غائب. نحن نعيش هكذا إعلاما حرا وكل واحد يتكلم على إذن هذا لا يمكن تشكك فيه إنه نجاح. هو الحرية بحد ذاتها إعطائها بلا حدود من قبل الحكومة تتراجع ويقول أرى لي عاطين حرية هذا مكسب لأن الحكومات عادة تتخاذل لام الحرية
والمكسب الثاني هو تحرير الفضاء السمعي البصري، لأن الفضاء السمعي البصري ليس كالصحافة المكتوبة ولا هو كالصحافة الإلكترونية، لأن ما متاح الكل يرقاها على انه تعود عنده جريده، من تعود عنده جريده يقعد يعود ما يقرا ويقعد يعود ما يكتب، يقعد ظروفه الاقتصاديه ما تمكنه على انه يقبض جريده، يقرا راديو واذاعه وتلفزيون يقعد يسمعها، راديو يقعد يسمعها، تلفزيون يقعد يشاهده، وهي خطاب مباشر. وهذا هو الحساس واخطر من اخطر وسائل الاعلام هو هذا السمعي البصري، لانه على وسيله مباشره وهو وسيله تعبويه شعبيه خطيره جدا. إنين رفعت عنها الدولة هذه حسنة في حد ذاتها؟ يقررها ما معناها أن الدولة عدلت كل شيء؟ حرية ما يقررها حد في حد، ولا يا الله تقرر، لين تنعطى بإرادة سياسية وموجودة حق صحيح لأنكم ما منعتوها، يقرر هي في النهاية قال حرية غير، ما يجد حد يمنعها، حد هامه يقفل موقع، والله يقيد الحرية لكن حد مزرب على الطيور، ما تلاقيد نهائيا، بالدول اللي خلقت هذه الآن الإنترنت وهي اللي تتحكم فيها، قالبها الآن أمريكا، قالبها الآن تتحكم فيها، وبالتالي حد ما هو غبي حرية قاعد لا يطلع صوته به ما تلاقي تعتن عليه ما تقدر تعتن عليه ما تقرر فيه انك عاطيه لي يقارنين تعود من اللي عندك إرادة سياسية تقرر من اللي فيه انك عندك إرادة سياسية غير ما هو قاعد كبار من قده حتى ولا من اللي يشبح فيه اللي يا الله تعدد الدولة غرب لأنها ما يا الله تبتعد عن الإعلام ولا يا الله تستهزل الإعلام ولا يا الله تدلي به لي تعرف عن هذه وسيلة خطيرة وعلى أنها الآن هي اللي عليها مدار معركة الشعوب معركة الشعوب في الساحة العالمية هي الإعلام إلا وينه حد عنده وسيلة إعلام أمتن من واحد أخرى وأكثر تأثير هو اللي سيطر على العالم ولا تلات السيطرة بالحروب بالجيوش الجرارة وكذا هذه وسيلة الإعلام عاد تتأدي أكثر وهذا مشاهد في العالم العالم متخبس كامل وقلناه وقلنا على ان المشهد الفضائي ضرب لان اوروبا هي اللي احنا نتقيدوا دائما بياسر وانها قالت وقالت قالت على ان العالم ما يقدر يعود مقسم بين الجزيره وسي ان ان وبدت تعدل هي فضائيات غير بدت تعدلهم وبالتالي الدول عادت تحس بهذه الاله واهم معنى هاي الوسيله اللي قالها الاعلام واهميتها واحنا هذا الشعور ما هو عندنا لا ما هو عندنا نهائيا الدوله ما قادر لها قول اللي بقيت وعدل اللي بقيت احنا ما قادرين فيكم ما عندك تاثير ولا هي واكبتهم من الناحيه الماديه فعلا عدلت ذاك الصندوق يقر ذاك الصندوق سقفه قليل اولا ما تناسب مع الحجم الحاد وبالتالي ما ساعدته لا تساعده في التكوين تساعده في التغطية تساعده في توفير الوسائل الماديه والمعنويه ما انها لا تبعد عنه تقول له اعطيتك الحريه ومشين توتو الحريه ما هي لا بد لها من آليات أخرى وميكانيزمات أخرى وضوابط أخرى تمشي معها ومساء يعودوا يقولوا لهم ديسيبور أخرين دعايم أخرى وهي اللي لا بد من الدولة تقبل فيها مسؤولياتهم إلين ما تقبل فيها مسؤوليات من حرية وحدها طيتوها فعلا شكرا جزيلا يقير ما هي كل شيء اللي في النهاية قامت لحد يقدر يحكمها مطلوب من الدولة على أن هذا الفراغ اللي هو تملاه وقلنا على هذه الفراغ هذا الدقاعيس له والتراجع عن المسؤوليه فيما يخص المحددات اللي قلنا هي اللي وسات على ان يخلق ذا الفراغ والفراغ الين يخلق كل حد يقد يملاه جات الدول وملاته جاء واحدين ملاه يا الله الدوله تعود تقرب من الاعلام تتمحرم هي وهو تعرف عن وسيله مهمه من الديمقراطيه ما تقدر تعزز الا بالاعلام التنميه ما تقدر تخلق ما هو الا بالاعلام الوحده الوطنيه ما تقدر تخلق ما هو الاعلام توعيه الجماهير ما تقدر تخلق ما هو الا بالاعلام وبالتالي الحقها تدير فيه الروح تدير فيه الثقه شوي تقرب منه واضح محرم عاد محرمه شويه تقدر تزيد وش واضح عبادي المواقع الالكترونيه ايضا شهدت طفره كبيره خلال العام الماضي ومن ضمن النجاحات انها قدمت كشفت ياسر من ربما سوء التسيير والاختلاس والفساد اللي ايضا تم به الدوله كيف يمكن أنك تحدثنا عن اهتمامات المواقع الالكترونيه فيما يخص الخط التحريري والعمل الصحفي يعني الأصناف الصحفية المختلفة أشوفه قايب جميع المقابلات طيلة العام الماضي كانت قايبة من المواقع الإلكترونية في أقلبها والإنفستيجاشن التحقيقات الاستقصائية غير موجودة وهنالك أيضا مادة لصق ونسخ هي الشائعة لماذا لا تكون عندكم إرادة في الاتحاد لتأطير المنتسبيكم ولتقديم مادة أيضا يحتاج إلى القارئ. اولا لا نجاوبك على اولا كيف قال النقيب الحريه ما هي مهمه به للحريه بدون صحافه وبدون مؤسسات مهنيه بلا قيمه هي مواقع الكترونيه اليوم ظهر لي تراتبها فيه مؤسسات كبيره مواقع كبيره
تلعب دورها بطريقة مهنية، وفيه مواقع تالبة ذاك وعدلت يوسر من الأمور وكشفت يوسر من الأمور. يا غير وين هو، وين هو هذا الدعم اللي معدل للصحافة الإلكترونية من أجل تعود مؤسسية؟ وين هذا الدعم اللي معدل للصحفيين اللي يشتغلوا في هذه الصحافة من أجل يعدلوا التحقيقات؟ تتعرف على أن التحقيقات الصحفية ما هي مردة بسيطة. التحقيق الصحفي يتطلب أموال ويتطلب يوسر من الإمكانيات من أجل أن الصحفي قد يكشف مسألة اللي معرض لإغراءات ومعرض ليوسر من الأمور. حتى الآن ما موجود أي شيء، لا سيولة مادية، لا إمكانيات مادية، لا مؤسسية من أجل تدعم هذه المواقع وهذه الصحف وهذه المؤسسات على أنها تلعب دورها. والصحفي اليوم ذا اللي عدل يعدلوا بالتفرسي، معناه أنه لا عدل تحقيق لا مرده منه هو معدلها اللي يبذل فيها مجهود ولا معطي له فيها شيء، ويوسم للناس ما عندهم قاع إمكانيات يخلصوا من رؤوسهم اللي صحفي ماشي عدل الأمور اللي عدل بطريقة عادية. نحن اليوم عندنا الدولة ساكتة عن هذه الميوعة بها اللي ما قدالها فيها. الروابط تزداد يوما بعد يوم، تتناسل كيف التناسل والرخص اللي عند المؤسسات، واصبحنا قدام فوضى عارمة ما تتميز بها شيء. أنا يجيني تلفن علي واحد ويقول لي أنا صاحب موقع كذا، أنا الموقع ما نعرفه، أنا الموقع ما نعرفه، يتلفن علي يقول لي انحاكمته بوليس، أنا ما نعرف ليش انحاكمته عليه بوليس. ثانيا الناس المهنيين ما يعرفوا ذا اللي يالط الصحافة تناضل من أجله توقفهم على رقاج عليه، هي ما هن ورقاج لعاد اللي أركب في تاكسي ولا خلى صباص وعاد صحافي، معناه أن هذا لا يتوقف معه صحافي بيلي وما عنده راتب، لا يتوقف معه الصحافة، معناه أن فم نوع من الانتهاكات اللي هي اللي نعود رقاج يعدل عمله ومضايق في إطار عمله المهني، هو توقف معه الصحافة. يقررين تعود أنت معدل عمل والله عندك ضيقة خاصة مع رقاج، هذا ما يلتك الطالب الصحافة على أنه توقف معه. واضح، سنصل لك الموضوع في ما يخص تصدر موريتان للمشهد الإعلامي في المنطقة، في المنطقة العالم العربي مثلا، ورغم أن التقرير بشكل رسمي يشير إلى أن موريتان في المرتبة الثانية قبلها جزر القمر، صح؟ هذه الحريات اللي متراكمة عندنا في موريتانيا كيف يمكن نحدد من خلالها من هم أبرز الفاعلين؟ هل هي الدولة التي قدمت الفضاء الحرية، أم هم الصحفيين العاملين بدون رواتب وبدون أيضا تشريعات وفي ظل أوضاع مضطربة؟ من هو بطل هذا المشهد؟ أنا اللي ردك شوي غير جاوبني على ذلك، اللي جاوبك قد ردك شوي على المسألة. احنا عاد عندنا شيء قال غسيل الصحافة، احنا بيدي ما عندنا ضوابط، لا عندنا شيء يحكم من الصحفية. حد في الجزائر والله في بوركينا فاسو والله في فرنسا تحكموا ضوابط، تحكموا شيء يعود يكتب شيء يتلفن على واحد هون ويكريه ويخوله في موقع موريتاني ما عنده ضابط، والله يخوله في جريدة موريتانية، والله يخوله في قناة موريتانية. إذا يالت الدولة تفهم أعلنوا فعلاً في العام هذا، في العام ذا فوكس نيوز مثلاً أشارت إلى أن معطى مولانا أنها قاعدة لتنظيم القاعدة قرية معطى مولانا هذا كان يالت نحن الصحفيين، يالت الدولة فوكس نيوز هذه لأنه كانت تغرمد والله شكا من أحد بلي كتبت كامل تافه ولا هو موجود ولا لا مجرد لك ما نمشي يلو كان رفع حد ضدها دعوة ما تتعدل هي، قال إحنا ما عندنا لا الدولة عندها رقيب على وسائل إعلام ولا هي فاهمة، حتى الناس وزارة الخارجية ما فيها مثلا مكتب إعلامي واعي ضرورة القضية، مكتب وزارة السياحة ما فيها مكتب إعلامي واعي الضرر اللي قد يلحق السياحة الموريتانية من عدلة فوك نيوز. أوروبا سمعت شافت من فوك نيوز وعندها هي ما تقول يكون شي حق، شافت فيها التقرير ما جبرت شي كذبوا. الأوروبيين ليه خافوا اليوم من يقيسوا السياحة الموريتانية وليه يزيد عليهم إن معطى مولانا؟ إحنا اللي نعرفه معطى مولانا اللي شفنا الصورة عرف عنا ما نمو فبركة وعنا ما يصالح، يقال ما فينا حد يكتب لي فوك نيوز لو كل دي الصقع تعنيهم القضية كيف مكتب السياحة هون وكيف وزارة الخارجية. هذا سيحلنا إلى سؤال ثاني، يعني أجاوبني على سؤال قبل، من هو بطل المشهد هذا التصدر وهذا؟ هل هي الدولة، هل هو أنتم، هل هو صحفيين مغلوب على أمريكا؟ بطل هي الفوضى العارمة في نحن إذن نتصدر الفوضى، فوضى العارمة في الحرية ولا شيء يحسب ولا شيء ما فهم يقص للرقابة ولا فهم أي شيء. يقير هاي الفوضى الخلاقة نتيجتها عكسية على الصحافة
وعلى الدولة. نتموا احنا نصدروا المنظمات ونقولوا احنا هم الأولين رقم واحد، يا غير هذا ينهش في الاقتصاد الموريتاني وفي السيادة الموريتانية وفي الأمن الموريتاني. به اللي ما فهم صحفي مهني لا قادر يقعد يكتب الصبح مواقع الجيش، يكتب شو من الروايات اللي ما عنده ضوابطه، هو من نفسه ما هو صاحب مهنة ولا يعرف عناصر الخبر شنية شنو قاعد اللي يشكل من الخبر ما يعرف شنو يكتبه توه رواية سمعها يكتبها إنشاء ويقدرها في مواقع ورواية عادية. يلا تنحنا تقنيم لمنا ما يكتبه غير بعد يقولوا هل حد يكتبها والله يقولوا هل حد يكتبها والله يقولوا هل حد الصحافة اليوم فاصلة اسمح لي كلمة أخيرة. الصحافة اليوم فاصلة تتجمع الصحافة مع روسها باللي مهمتها هي تعدد المنتديات وتجابر هي ما معها هذه الناس اللي متباركة مع تفرقها وتقعد وتعرف عن الخطر يتهددها هي وتشد الأخبار وتشكل قيادة لها وتجرد مشاكلها وتحاول كأنها عن طريق البرلمان والله عن طريق الحكومة توخل مقترح قانون الضبط المهنة الصحفية. على الأقل داخل الجمعية الوطنية لا يوجد فريق برلماني داعم للصحافة ولا موجه ولا مساير لأيضا الانتهاكات التي تطال الحق الإعلامي. إذا كان هناك فريق فهو على الأقل غير مفعل ولا ندرك مناشطه الشخصية. هنالك حديث كان موجود زمن نجاح موريتاني في تصدر حرية الكلام وليس حرية التعبير. ما هو الفرق بين حرية الكلام وحرية التعبير في العنصر الموالي؟ يجب أن نفرق بين حرية الإعلام وحرية التعبير وحرية الكلام. أعتقد أن ما يجري الآن هو حرية الكلام، لأن فقط هو الكلام من أجل الكلام، أما المعلومة الصحيحة والمعلومة الحقيقية معدومة، وبالتالي حتى أنا فيه سجناء رأي احتقدوا بسبب مواقفهم. كذلك هم اللي فيه بعض جهات تدفع على بعض الجهات على حسب مواقفها حسب آرائها الشخصية، وبالتالي ما أننا حابسينكم غالي ندفعوا عليكم ولا ينقزموكم ولا هي نحق رد اللي تقولوا، وبالتالي هذا في حقيقة نوع من عدم احترام حرية التعبير. هذا من جهة. ثم إن هناك مولي استغلال ما يسمى بالصحافة من جهة، يعني جيل جديد من الصحافة مستقل من طرف الجهات المعنية سواء كانت تلفزيونات حرة أو تلفزيونات رسمية، حتى أنهم مستقلون من طرف أصحاب أعضاء الحكومة وأعضاء المسؤولين الرسميين، استغلال إما بالضغط من أجل بث خبر أو الشائعة، الضغط من أجل تفادي نشر معلومة أو التحديث عنها، وهذا في حد ذاته قد يعتبر حرية التعبير. حرية التعبير ما هي مجرد شعار. كذلك هم اللي حد حرية التعبير ما أطرت مثلين ما فهمت الفهم الصحيح. شكرا الأديب والصحفي أحمد والشعبان على مداخلته. هنالك سيد نغيب استقلال حقيقي للإعلامي لمجهود الإعلاميين، هنالك استقلال دائم ومستمر للإعلاميين بدون أيضا أن يأمل من هؤلاء نهاية ودون أن يعلقوا آمالا كبيرة على دور النقابة ولا الرابطة ولا غيرها في حل مشكلتهم المتعلقة بالتزامات العقود والتزامات العمل مع مشغليهم. عبد الرحمن الخرشي في مداخلة للتعليق على الموضوع ثم الإجابة منكم على السؤال لو سمحت. عبد الرحمن، عندي أسئلة كقارئ ومشاهد وسامع لي كافة. لا احترام القاعة وفيما منظومة أحد ما مستعد لها لا ينسامحه. تفضل. كقارئ ومشاهد وسامع لي كافة الوسائل الإعلامية في موريتانيا عندي عدة مآخذ على هذه الوسائل الإعلامية. أولا القنوات التلفزيونية الحرة أنها دائما تنشر الخبر وقد مضى عليه أسبوع فهذا لم يعد خبرا في الشريط الذي تحت الشاشة، وأن معظم البرامج التي تقدم فيها تعاني من قلة الجودة في الصوت، هناك دائما الصوت ما يكون واضح. أما ما يخص المواقع الإلكترونية
يجب عليها أن تتوخى الدقة في الخبر وعدم تسميم الأجواء وأن تفرق بين الشائعة والخبر. الشائعة ليس لها مصدر، الخبر له مصدر. أطلب من الإعلاميين على كافة أشكالهم الابتعاد عن القبلية والجهوية والطائفية ويركزوا على المهنية والاحتراف والغيرة على وحدة الوطن، وأن اختلافهم في الأفكار وفي العرق يعتبر ثراء وفخرا للوطن. هناك أيضا أطلب أن توضع معايير لإعطاء الرخص للصحفيين وأن يجرى تدقيق أخلاقي لكل الصحفيين يريد أن يؤسس مؤسسة إعلامية. أكثرية البرامج التي تبثها القنوات أكثرها موسيقية وفلكرولية، ولكن تخصها برامج ثقافية وترفيهية وتعطي جوائز أيضا. وشكرا. واضح أستاذ، سؤال سلفت. شكرا عبد الرحمن خرشي، تفضل. استقلال ما يخص استقلال مجهودات الإعلاميين. إعلن الإعلام ما هو محصن، بالتالي عرضة لياسر من الاستقلال. وظهر الإعلام المشاكل اللي فجرت قاعدة كم هو الاستقلال الخارجي، واللي بينا هون على أنه ربما عن فهم جزء من مسؤولية الدولة هو تراجعها عن الإعلام، وبالتالي لا كانت تقدر التقدير الحقيقي لخطورة الإعلام، وعلى أنها يا الله تعود موجودة، يا الله تنبي الفرقات، يا الله تساعد الإعلام. وبالتالي الإعلامي أصلا ما هو محصن ياسر من هذا اللي نقوله كلام عام، ما معناها على ما فهم مهنيين عندهم تجربة كبيرة وناضلوا ونحبسوا ونقفلوا لكنهم ضاعوا وغربوا بغير وقرقوا برواية أخرى لا ما لها بداية ولا نهاية، وبالتالي اختلطت فيها الأمور، وبالتالي أصبح الإعلامي هنا تياها. أي رقاج عنده موقع نقول له الإعلامي، أي رقاج يكتب كلمة والله انتين ينقال له إعلامي، لكن يتلقى بلا ينتبس بلوز وتمشي ينقال الدكتور اللي هو بلانتون يبالو قد عود لا طبيب رئيس ما هو دكتور. وبالتالي اختلاط المفاهيم موجودة عندنا، وهذا هو اللي أدى علمناك ما تتقع تعرف رواية علين صاد. وبالتالي لابد من يكون هنالك ضبط، وهذا الضبط هو اللي قلنا للتنقية، والتنقية اللي نقوله ينخلع قاع ياسر من الرواية، هي رواية عادية ما خالقة مهنة، ما معروف آليات ومعروف أخلاقيات ومعروف مستوى اللي الله يضبطها، وبالتالي عندها معايير. ذيك المعايير حد توفرت فيه يقد يمارسها، وحد ما توفرت عليه ما يا الله يمارسها وتو، هذا ذلك هو اللي نقوله تنقية الحق، وبالتالي ما يعود حق المفتوح إلا اللي كي قالوا عاد عنده تصفية حسابات مع رقاش، والله عاد عنده إيديولوجيا معينة راكبة يركب رمبات، يقبل ثوب الصحافي ويستغله والصبح يقدر يسخو عنه. وبالتالي لابد من ما هاي المعمية اللي مطلوصة ما الواقعين بيها، لأن الخطورات أكبر، مخاطر اللي تعرض لها الوطن أكبر، مخاطر اللي عرض لها الوطن أكبر، والأضرار اللي قد يلحقها الإعلام صفحة معروضة وأكبر. وبالتالي لا أحد منا طاوع لقدمنا شوي إلينا نراجعوا، نوقف وقفت معانا ونراجعوا للحق بشكل حقيقي. أرانا من 91 إلى 2015 أعطينا حرية، أعطينا قاع الحرية ولو بمقدار تمت التراتب. يقير هذه 21 سنة، 2015 قالنا شيء أزيد على 20 سنة وخدينا ذا فيها يميع، لكن اللي صالح منه يا الله ينبغ، اللي ما هو صالح 20 سنة 25 سنة ما قد يتعدل فيها تجربة صالحة، قال إنك أطرق باب وخان، وهذا بسيط. يقر يحتاج الإرادة من الجميع، لا المسؤولية فيه للدولة ولا المسؤولية فيه نحن، والتدافع في المسؤولية ما هو مهم، وتحميل المسؤولية لرقاج وتجريم رقاج ما هو مهم. إحنا هنالك جو جديد، هذا الجو جديد ربما شعرت الدولة فيه بالذنب تراجع عن الصحابة وعاد تبقي تقدم شهرها، ربما شعرت الصحابة على أن هذا الحق العاد موبوء وعلى أنه يا الله تراجع أنفسه. هذه الحسن النية وهذا الجو ذا ولي الله نستقلوا عليه كاملين لين قدونا فرزوا منه شيء لا يمشي. واضح. للعباد الحديث أيضا عن الإعلام الإلكتروني دائما يقودنا للشفافية في مجال تسييركم للإعلام الإلكتروني. هل نحن نلاحظ أن بعض المواقع يتصدر قائمة الأكثر تصفحا في موريتانيا بما يترتب عليه ذلك من إعلانات تجارية وما يترتب عليه من مزايا تجارية وربحية أيضا، ومع ذلك لا نلاحظ مردودا يمس العاملين في هذه القطاعات ولا هي أوصلتهم إلى مرحلة المؤسسية، ما مرد هذا؟
اولا هذا كيف قلت لك بالسابق على ان هذا مرده، لان هذه الميوعه درك اللي موحول فيها. لا اسمع العفو، العفو عن الميوعه، انا دراك تفهمني شو السعوده يخلق وش فرق بين قاع موقع خلق يامس وواحد يامس، ما دام هو خلق واحد خلق يامس وواحد قديم. انت خليني اجاوبك لانك انت ما تصلنا تريكه. تفضل تفضل، خلينا عندك فكره براسك انت تولات. عندي سؤال انا، انت ما انك ولت اللي يجاوبك به، انا هو اللي يجاوب. يلا تفضل، تو اطرح سؤالك واعطيني جاوبك، وما كون انك تملي علي ما هم. يلا تفضل خالي. والله لا عاد عندك انت فكره مودي اعطيها لي نستفاد منها. عندي سؤال وجهته لك ونبقيك نفهمه لك تجاوبني طبقا له. انا بي انا ما عرفت، انا كل وقت انت تجاوبك هو ما انك فاهمه، ما انا عرفت شنو نتكلم به. تفضل. كان نتكلم على راحتك، كان بي لكنا على راحتك. تفضل خليني نتكلم لين نتكلم. تفضل تفضل. الفكره اللي عندي والله ما هي عاجبتك، قبل ضيوف اخرين تفضل يتكلموا لك ولا يتكلم. تفضل. فهمت انا انت ما انك ولت تملي علي الله يقول. طيب تفضل. اذا انا انت سولتني عن المرده، قلت لك على ان هو ميوعه في نقر الحقل، تجعل على ان كيف قلت لك على ان الصحافه الالكترونيه حتى الان ما فيها من المعايير المقروئيه ما هو الشيء قالوا اليكسا، فهمت؟ وهاي المعايير اللي قالها اليكسا مرده نحن ما عندنا بها اي دخل سوى وشمه. واليوم نحن نطالبوا فنيا في اتحاد المواقع على ان حاولوا على ان يعودوا فن فنيين، على ان عدلوا دوره تدريبيه للفنيين وعدلوا سيمينار لهؤلاء الفنيين من اجل انهم يفرزون معيار وطني نقدوا نعرفوا به ذاك اللي مقروي اكثر وذاك اللي ما هو مقروي اكثر. ثانيا قضيه اليكسا ما تخرص المهنيه، اليكسا تخرص تقبل موقع اباحي وتديره هو الفوقاني بها اللي تخرص اللي قالوا المشاهده والنقره، فهمت؟ لذلك ما تقد تعود عند المهنيين، هي المعيار اللي تقبل عليه كان الموقع ناجح والله ما هو ناجح، اللي فهم معايير مهنيه اخرى ما تقد تحددها اليكسا ولا قد تحدد حد بطريقه فنيه. معناها يالتنا علينا اللي نعود هامنا مرده نصلحوا بها الحقل، واذا دائما نقولوه في اتحاد المواقع وفتنا عدلنا عليه ندوات وفتنا عدلنا عليه يوسر من الامور، على ان يالتنا ذا اللي ناقص الحقل على ان نتباركوا معاه، على ان الحقل اولا على ان المواقع نظرا لغياب المؤسسيه ما عندها فنيين، قليل الموقع اليوم عنده فني يراقب ذا اللي فيه، عنده فني واحد يعود عنده 20 موقع ولين يخسر ذاك الموقع مباشره يتباركوا معاه ذا يوفى نهائيا. معناها على ان نبحثوا على ان نكونوا فنيين في المواقع من اجل يعودوا وهما رصيد يقدوا يعرفوا لنا مشكلات المواقع ويقدوا يعرفوا لنا ذاك اللي ينقرا منها وذاك اللي ما ينقرا منها. ثانيا نعدلوا دوره على شي زيارات لهي المواقع من اجل نعرفوا ذا اللي مؤسس وذا اللي ما هو مؤسس، اللي خارج شنو المواقع اللاشي في الشبكه العنكبوتيه ما عنده مقرات ما عنده عمال ما عنده شيء، وتعيش على حساب المواقع الاخرى اللي هامها تعود جديه وهامها تعود عندها مؤسسات. لذلك قلنا لها واصحاب الحقل انهم يتعاونوا معنا به اللي ما فيها رقاش يقد يعود مؤسسه، ما تقول لي انا كلمه تجيني وتقول لي انا ما سمحت لي الظروف باني اعود مؤسسه وانت سمحت لك الظروف انك هذه حجه باطله بها اللي حجه يندار بهاش على ما يخلقش صالح نهائيا. قلنا على ان الناس كامله رقاش يبقى يعدل الموقع وعادنا المؤسسه وعنده عمال نقدروا نعترفوا بهم وعدلوا بهم تراتبيه. هذو مؤسسات عندهم عمال يخلصوا وعندهم صحفيين وعندهم على الاقل جانب من المؤسسيه، نحن نعرفهم قاعده كامل ما فات عاد في المؤسسيه، السمع البصري ما فات عاد مؤسسي فالاحرى هي مواقع في الشبكه العنكبوتيه. اذا نحن عندنا عوائق من هذا لكننا بحثوها الان وهي اللي حاولوا على ان نجبروا لها حل مباشره من اجل ان نعود بعد على الاقل في الصحافه الالكترونيه هناك مؤسسات معترف بها فيها صحفيين يقدروا يلعبوا دور، وثانيا نساعدوا الروابط والنقابه على ان يعودوا هم صحفيين، لان نحن اليوم عندنا مشكله على ان اي موقع يكتب مرده كذب يعود ما هو خارج قاعد تمرين قالنا تعاطفوا معه ونحن ما نعرفه وشنو، ويجي للنقابه يقول انا صحفي توقفي معي. واضح استاذ عثمان. موسى البهدي الحديث يقودنا الى تصنيف المواقع الالكترونيه والى تصنيف حتى وسائل الاعلام الاخرى التلفزيونيه والسمعيه. هل يمكن ان يكون هنالك تقنين او وضع خطط واضحه للحصول على الاعلانات، سوق الاعلانات كيف يمكن توزيعه بين هؤلاء بعداله؟ كطور بصفة طور من اطوار المؤسسيه. هذه مساله يبدو ان الصحافه ما تناقشتها ياسر من المرات. قضيه قانون الاعلانات موريتانيا غايب فيها ما هو خالق. نحن عندنا 7 مليارات والله 8 مليارات تمشي هباء
ما استفادت منها الصحافة وتنعطى على حسب الأخلاق. ما خالق مؤسسة ولا وزارة ولا مشروع ما فيه أنفولي إنفورماسيون بدجة مخصصة للإعلام يعطيها المدير القريب ويقول له شي جيب لي تاقط عن موقع والله جيب لي تاقط عن جريدة نعطيك عليه شي ويعطيها له تماشى. هذا يا رب الدولة بما أنها واخرة من ميزانية الدولة ومعروفة على أنها ذكية واضحة تقبلها وديرها في صندوق واحد الصندوق اللي دعمته به الصحافة ديروا فيه ذي الفضة أسبع مليارات والله ثمانية وقنوها عدوا لها قانون تم تستفاد منه التلفزيونات الناشئة تستفاد منه المواقع الإلكترونية تستفاد منه الجرائد وتعودوا قاعد صحافة حررتوها حق أعطيتوها دعم يقد يعدل منه التكوين وقد يعدل منه تمويل هي ذاتي وتقدم لي فنيا تستفاد منه. هذا ساكت عنه الدولة ما نعرفه علاش هو خالق ما خالق حد ما يعرفه ما خالق حد في الشارع ما يعرف علينا لكن اللي يحكم بإيد مدير أخوه والله قريبه والله ولد عمه والله من جهته والله بينه معاشي يقول له أنا ندور وقيات يقول له لا جيب لي موقع تاقط موقع والله جيب لي تاقط جريدة نعطيك عليها 500 ألف والله 600 ألف على هذه فلطة الصحافة أصلا مخصصة في ميزانية الدولة أنها فلطة الصحافة. العفو مسألة على تعود للسؤال نتخطاه والله باطل النقطة نتخطاها. في مقابل هذا هناك صمت رهيب من الهيئات الصحفية أن كشف ذي الخروقات هو ما وصمت ما يقد ما يقد نكشف اللي فهم أخلاق بين الصحفيين الضامن بيناتهم يعود ما في ما حد يقدنا حتى الأخرى لأنه عدل قبال الطرق ملتوية. لا هو 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 بعد الهيئات الصحفية ما يساكت عنها الهيئات الصحفية بنفسها ما يساكت عنها وطرحتها كلام المرة طرحتها عندي أنت تناقش قضية الصندوق عام الأول وهو العام الأول انطرحت القضية وانطرحت بإلحاح وانطرحت طرحتها النقابات الصحفية وطرحتها الروابط الصحفية اللي ساكت عنها اللي حق مستفيدين منها واحدين استفادة عشوائية اللي ساكت عنها الدولة اللي تعرف عنها مال وصلا مارق وماشي ويالتو نعطى بطريقة نظامية وتوف واضح انت طيتي يقرطيه لنا بطريقة نظامية ديريه لنا في صندوق وكلف عليه أمناء يقدروا يسيروه وتستفاد منه الصحافة ويقد قاع يفك الدولة من ياسر من الأمور أخرى تعطيها هذا الصندوق اللي عاطي فيه 200 مليون لا تعطيه قاع هو اللي انفورماسيون كامل اجمعيه في صندوق واحد وكلفي لجنة بتسير وتعود مولي ما هي لجنة مؤقتة لجنة دائما تفتش وعود ممثلين فيها الصحافة ومن الأمن وتم تطلي موال الصحافة للصحافة. سأعود لك عبادي لو سمحت. هنالك أيضا في ظل قياب أي نقابات أو اتحادات للمشاهدين والمتلقين من الحق الإعلامي احتكار ما بين الدولة ما بين الخدمة العمومية واحتكار أرباب العمل لمجال الإعلام قوانين معطلة في مجال التحرير السمعي البصري. نعود إلى الحسين المدو. لحد الآن ما زال القانون المرتبط بتحرير المجال السمعي البصري في مادته المرتبطة بالإذاعات الجمعوية ما زالت معطلة وكما تعلمون فإن تحرير المجال السمعي البصري ما تم تحريره هو الجزء المرتبط بالإذاعات والقنوات التجارية ومن عادة أي مواطن أنه يريد بكل تأكيد أن يتم تحرير المجال السمعي البصري بعد احتكار الدولة قرابة 50 سنة ولكن لا يريد بحال من الأحوال أن يتحول التنازل من احتكارية الدولة إلى احتكارية أرباب الأعمال. للتعليق على هذا الطرح نحيل الحديث إلى أحمد النباش. إذن بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل أحمد. ما بقوم حتى إذا بسم الله الرحمن الرحيم. الواصل الفاصل إعادة لو سمحت لأني لم نتمكن من حديث زملاء الصحفيين بمناسبة العيد الدولي للصحافة والله نقول هون على الناس كاملة محملة الدولة تمييع الصحافة
وأنا أذكرهم بقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الصحافة قاعدة مع رئيس الجمهورية وناشدهم أنهم يصرحوا الحق وهذه الروابط كاملة مع الجماعة توخط أن الرواية واضحة وكلها مثلا يتناسب. لو احمد نباش سأعود لك بعد قليل. فيما يبدو ان فيه مشكله فنيه تعلق ب الميكروفون عندك. سأعود لك للتعليق على العنصر بعد قليل وسوف نحيل الموضوع الى النقيض. احتكار ما بين المشاهد ما بين احتكار الخدمه العموميه والخدمه التجاريه الان. اين يجد المشاهد نفسه وذاته في سبيل الوصول إلى المعلومات التي يعني في النهاية غير موجهة لا تجاريا ولا سياسيا؟ صحيح. هو الأهم في تحرير الفضاء السمعي البصري، وإحنا باطل بمؤسسات الإعلام العمومي كنا نطالبه بعلمها تتحول بما أنها ممولة على أموال دافعة ضرائب موريتانية، وبالتالي لابد من المشاهد لابد من المستمع يعود عنده حصة هذه المؤسسات اللي تمول على الضرائب اللي يدفعها. وبالتالي قلنا بشكل صريح وقلنا يجب ان تنتقل المؤسسات الاعلام العموميه من الخدمه الحكوميه الى الخدمه العموميه الحقيقيه. وفي هذا الاطار اللي نفتح السمع البصري عادوا هذا فرصه عليهم ان يجاوبوا الى حد ما وحولوا الى نظام مؤسسات مساهمه. لكن الى حد الساعه ذم عرقله كبيره، وهي اعلن الحكومة الموريتانية كانت يا الله توقع دفاتر التزام على هذه المؤسسات. لحد الساعة هذه دفاتر الالتزام ماذا توقعت، والفترة اللي مطلوبة عليها من 2013 ل 2016 من اللي يدخلوا هذه دفاتر الالتزام. وهذا ولا هي مولي انفتحت انفتاح كلي بحيث أنها تضمن الرأي الآخر، الرأي والرأي الآخر، وعود المواطن يشوف ذاته في هذه المؤسسات الإعلامية اللي تمول على ظهره. وبالتالي ما زالت فيها خدمة العمومية محتشمة إلى حد كبير. يقير المزية الأخرى هو على أنه رفع الاحتكار عن سمع البصري أدى إلى وجود قنوات، وإن كانت هذه القنوات التجارية إلا أنها عدلت محمد أخرى وهو عاش، وعلى أنها فتحت فرصة للرأي الآخر على أنه يعود موجود. وبالتالي ما نقدر نعود عندنا كفتين، واحدة ملعنة واحدة ما فيها شيء. هذه الوسائل الإعلام قلنا أعلنها إلى حد ما حققت بعض التوازن، وبالتالي عاد ليس للتلفزيون الموريتانية ولا لإذاعة الموريتانية حكر رأي ولا منبر، عاد هنالك منبر آخر يقدر يعطي زاد والرأي ويقدر يوصل للمواطن، وهذا خلق شيئا ما توازن، وهذا التوازن هو المحمدة ذي ينقال بالسمع البصري. يقير فيه مفسدة أخرى تتعلق بحقوق العمال، وإحنا كنقابة ما نقدر نوخو على ذا مرة الكرام. لابد من نقوله يا المؤسسات السمعية البصرية، صحيح على أن التجار قامروا بمالهم وهذا نشجعهم عليه، وعلى أنه تجربة ما نبقوها تتراجع لأن تحقق هذا التوازن في الرأي والرأي الآخر. ياك العزة يقير ما تقدي تستمري إنين تحسني العنصر البشري، ما تقدي تستمي تستغلي رقاش سعودي كي تقاية تم تمصيه لين عود ما تلات في حلاوة التغلي، وهذا ما هو صالح. بالتالي لابد من عقول يا كاش ياكي قد عدوه ينتمي يحس بشعور انتماء لهذه المؤسسة تصالح المؤسسة مع ذات، وعدوه يشعر بالنوم جزء من المؤسسة ويقدر ينتج فيها، وتعود هي عندها مخرجات إعلامية تقد تنافسهم في المشهد الإعلامي اللي يتقاسموه المؤسسة. بس نقيب الوقت يضيق دائما. هو نداء أيضا موجه من قبلكم من قبلنا كلنا لرعاية الدولة للجانب المتعلق بدفاتر الالتزامات واحترام العمال بصفة خاصة. تفضل الأستاذ الزميل أحمد. قنية على إتاحة الفرصة ونشكر السادة الصحفيين على والله وهنئهم بمناسبة العيد الدولي للصحافة. ونختار نبين رأي هون على المشكلة ما هي في الدولة ولا هي في الوزارة الوصية ولا هي في الهباء. المشكلة في الصحافة، هم قاعد لهم أكبر سلطة في البلد وناشدهم اللي هو رئيس الجمهورية بعينهم الواعر دولتهم أنهم يعدلوا الشيء. مثلا الدولة هون الصالحة تميع الحق الصحفي هذا صبة صالحة يا كاش يا كعود كل شيء مقمسين فيه الأصبع، وهذا ما هو حق وإذا قد يحمل أنه ما هو صحيح وإنه هذا صالح الدولة صالح النظام أنه تم حتى ما فيه قاعش إذا كان مميع ولا لكل من هب ودب يجي وينشر يبقى ينشر ويعدل يبقى يعدل، هذا صالح النظام. يقير على المؤسسات وعلى الروابط الصحفية تجمع هي قايدة. أنا اختير نسوي هون سيد النقيب وسيد الأمين العام الصحفيين ورئيس اتحاد المواقع نسوي لهم كم في موريتانيا من صحفي ما يعرفهم، لا يعطوني عدد للصحفيين الموريتانيين الناس اللي كلها يجوا يقول أنا صحفي
ما فيه عنده تكوين لا داخلي ولا خارجي ولا عنده أي رواية، لكن اللي يقعد ويعدل كيف حد لا يفتح موقع حساب فيسبوك عاد يفتح موقع ويقوم مثلا أنا نطالب هنا المسؤولين نديرها على الروابط الصحفية، نطالبهم بأنهم يجمعوا هما القيادة، قيادة هذا البلد في السلطة الرابعة، يجمعوا ووخوا معايير واضحة للصحافة. الصحافة ما يكيف أي شيء، وهنا تياها نختار نقول على الصحفي ميالتم اللي عود صحفي ما نعلن علن تستهوي المادة فعلا انه بيع بلده، والله تستهوي المادة فعلا انه عدل اي رواية. الدولة تعرف جميع الصحافة، اللي منها هون يقول عنه صحافي وانه مهني وانه كذا، يعرف النظام وتعرف السلطة وتعرف التعامل تعدل معاه، وتعرف كل صحافي تعرف هكذا تعدل معاه. اللصة السري والله علني وإذا لا يخفى على حد، ولا يخفى لحد، لا يقدر يقول حد يكابر حد على واحدين من الصحافة يقول له ما أنا كذا والله أنا مهني والله أنا كذا. كل حد ينعرف ذاك اللي عدل واحد فيه يقار تقعد مدة وياك نعود شيء واضح يتم كل شيء ينكشف على حقيقته، هذا اللي يخلي تعود مدة جادة وتعود مدة كذا وكذا. والصحافة هم اللي هون لا كيف الأحزاب السياسية وكيف منظمات المجتمع المدني وكيف هذا كامل لا جار طرفه كامل كلها مثلا يقار بعد أنا هون وناشد وضم صوت رئيس الجمهورية للمؤسسات على أنها تحاول على أنها تعدل الحقل وتغربله وتوخذ منه مثلا شيء مثلا يليق بسمعة الصحافة. وشكرا. شكرا أحمد النباش الزميل والإعلامي أحمد النباش على النداء الموجه والذي نبصم عليه أيضا. أستاذ العبادي عندك تعليق، وقبل التعليق فيه أيضا من ضمن الصحافة الورقية الحديث عن الصحافة والانتماء الوطني، يعني عنوان لأحد كتاب الأعمدة يتحدث عن صحيح أن العديد من الصحفيين بلدنا يلهثون وراء الكسب المالي بغض النظر عن مصدره ونظافته. متى يكون الصحفي يعني متى يلجأ الصحفي إلى المصادر المشبوهة للخبر والمصادر المشبوهة أيضا للإشاعة وترويج الإشاعة ثم المصادر المشبوهة لكسب المال وكسب قوته اليومي؟ أولا هنا قرأ لك وثيقة، هذه الوثيقة إن شاء الله تعود ما يطويلة وضعتها هي دا بقرة وضعتها لجنة حرية الإعلام وأقرها التقرير الاقتصادي والاجتماعي للهيئة المتحدة عام 1959. يقول تتطلب المزاولة الشريفة للمهنة الصحفية لإخلاص للمصلحة العامة، لذلك يجب على الصحفيين أن يتجنبوا السعي وراء منفعتهم الشخصية أو تأييد المصالح الخاصة المتعارضة مع المصلحة العامة أيا كانت الأسباب والدوافع. فالافتراء والتشهير المتعمد والتهم التي لا تستند إلى دليل وانتحال أقوال الغير كل ذلك يعد أخطاء مهنية خطيرة. وهذا اليوم نحن واقعين فيه للأسف الشديد. وأنا ظاهر لعلم أحد أحمد سوى كمية الصحافة، وأنا اللي رئيس اتحاد المواقع ما نعرف كم المواقع به اللي الصحافة تتحدد حسب كمية المؤسسات الصحفية. وانت اللي ما تعرف ذا اللي عندك من المؤسسات الصحفية ما تقدر تعرف ذا اللي عندك من الصحفيين. اللي تعود فهم ميوعة ذا اللي قالوا المؤسسات الصحفية ذا اللي قالوا ذا القائمين على الحقل الصحفي. أولا تنظمونا قاعدنا تعود عندنا مؤسسات صحفية واضحة تقدر تعود النقابة ولا الناس المهتمة والرابطة واللي مهتمين بالصحفيين يقدروا يحددوا من خلالها ذا اللي صحفي واللي ما هو صحفي. وكذلك احنا المهتمين بالمؤسسات الصحفيه نقدروا نعرفوا فيها تحديدا اللي عندنا واللي ما هو عندنا. احنا اليوم اصبحنا قدام الدوله والدوله تعود كيف قال هو في صالحها. احنا الدوله في صالحها اليوم على ان تتم الصحافه، يعني تقول اي شيء يقول حدثوا هذا كاتبته المواقع ما هو مهم وبلا مصداقيه، ويصبح اي شيء كتبته يعود بلا قيمه الا عاد حقه يعقب من اللي ما يعتبر يعود كيف تقرفاف اللي قط قالوا له ذوك وكذا نعتوا له مرده ويعقب يقول انها ما هي مهمه عقب جاته فريسه ومشات عنه. معناه انه به اللي تم لا يصدق الكذب يقول هذا كذب كذب يعقب قاع انطاح عليه. حتى نحن اليوم ذا هو اللي خلق تمينا نقولوا المواقع ما هي مهمه وذا اللي تكتب ما هي مهمه الين اللي عدلت ذا اللي عدلت ظرف عاد فيه تعامل مع الخارج عاد فيها اخطاء ذيك هي تقد تتعرض لها قاع علاقاتنا الدبلوماسيه مباشره. معناه ان هذا الاعلام خطير
ولا يلطنا نهمشوه مباشرة ونخلوه على أمورنا احنا، احنا ما ندوروا الدورة تدخل لنا ولا تحد من الحرية ولا تعدل شيء، ندوروا على أن يعود عندنا مؤسسات حقيقية، يعودوا عندنا صحفيين حقيقيين، ولا يعود أي إنسان يقد يدخلنا ويقد يمرقنا مباشرة. وهذا هو اللي يجعل يسر منا نحن والصحفيين والزملاء الصحفيين. نحن اليوم ما لنا رجال أعمال، أنا قال لي مدير مؤسسة، أنا أصلا صحفي معني رجل اعمال ولا عندي الفضة. ولكن عبادي هون يطرح سؤال دائما يطرح من قبل الصحافه يتعلق ب انتحال ايضا الدورين او على الاقل القيام بالدورين، المدير الناشر ثم الصحفي، وهذا بعض الاحيان هو ما هو انتحال، هو صحفي شاف الصحافه لا يتوفى. نحن لكن ما حكمنا عليكم، ما تدركوها التومه، لكن نحن اختفينا مباشره بالحقل، عود اختفات الصحافه المستقله نهائيا. يا غير تمينا لا مصرين رغم الوسائل الماديه الصعبه، ولا نخلصوا كنا كيف تكون التومه ونشتغلوا مؤسسات ما تخلصي، غير تمينا لا محافظين لكم على ان تعود فم نوع من المؤسسيه. واضح. الين يجوا دارك الصحفيين احنا مهم عندنا، لان لين تعود الدوله لا يتخرص المؤسسيه ولا تدعم المؤسسات الحقيقيه لا يعودوا فهم موجودين الصحفيين. يا غير لين ما تدعم ذفر وتخلطوا، لا ذوك اللي جديين كانوا يدوروا عدل الشيء جدي لا يعقبوا يبركوا ويعود ذاك كامل سيان. واضح. استاذ بهلي موسى، هذا يجرنا الحديث ايضا عن القيمه الرمزيه اللي ينتظرها الصحفي الموريتاني بعد انقضاء عام قابت جائزة الحبيب المحفوظ كانت مدعومة من قبل الاتحاد الأوروبي بدون مبرر ودون أيضا أن تثير الاتحادات الإعلامية والصحفية الحديث حولها. بالأمس كانت هناك جائزة الزميل المختفي فك الله أسره إسحاق ولد المختار. وبعض الأحيان يثير الإعلاميين، ما هي دواعي هذه الجوائز وما دامت غير قادرة على الاستمرار، وما دامت أيضا غير قادرة على أنها تقدم للصحفي التشجيع اللي يجعله يواكب الأحداث؟ هو حبيب المحفوظ رحمه الله مالي مواطن موريتاني، علاش موريتاني للصحفي الكبير اللي يعتبر مؤسس من مؤسسين الصحافة المستقلة، ما تعود معدلال وجائزه، ما ننتظروا كاع الجائزه الاوروبيه ولا الجائزه الامريكيه ولا الجائزه الاخرى، علاش ما نعودوا نحتفلوا بكرامنا برسالاتنا بعظمائنا؟ لماذا ننتظروا من غير على انه يستمر ولا لا يستمر؟ يامس كان من المفروض على ان الدوله الموريتانيه محتفله صحافتها بحريه الصحافه، يعودوا مكرمين الصحافه ما زالوا حيين، يا غير عدلوا شيء في الحق للصحافي وقدموه، وصحائي قاع الفاتو ماتوا ما فيها قاع نقاش، يعودوا كل سنه يجدد تكريمهم. هذا من مهام الدوله، واحنا من مهامنا في طنك نقابات يقار نحن عايزين به ماديا عايزين، والتاجر الموريتاني ما فات عاد قابل يستثمر في الاعلام اطلاقا، ورجل الاعمال ما هو قابل يستثمر في الاعلام، والدوله غايبه والله الناس باطل وصيه على 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 الملف مغيبته، تختير عنه روايات اخرى، تختير فرقه الصحافه، تختير تناتيرها وتختير ضيقتها، عن تكرم علمائها وعن تسجل في التاريخ الموريتاني احداث لاشخاص موريتانيين قضوا والله ما زالوا حي. ذكر حسين المدو مساله زين الاعلام الجمعوي اللي تكلم عنه، تحريم فضاء السمع البصري بقى جزء منه. لماذا هذا الاعلام الى حد الساعه غايب؟ هو اللي يتيح للمنظمات والمجتمع المدني بعد انه تعود عنده قناه وتعود عنده راي قد لماذا ما تعدل؟ هذا مولي غياب ولاش تغييب ولاش؟ للي فات تخلق من الاعلام مازال اولا الروافع اللي بتن عليها الاعلام الحر السمعي البصري، الروافع اللي بتن عليها هشه به اللي يفتح الفضاء السمعي البصري بدون علم، كانت هم معاهد بدون هون مدارس بدون هون شنو، وعاد فرض عليه يقبل من الشارع ويقبل من كل شيء ويقبل شيء من الصحافه المستقله اللي كانت تكتب ورقيا، يا غير ما تعرف السمعي البصري. لا هون مؤسسات اللي تحتضنهم وتكونهم وتعدل منهم صحافه، ولا هما عندهم رواتب يقدوا يمكنوهم من عندهم قاعد يعدلوا بحث ولا يعدلوا شيء،
انت احنا ندور لجنات صحفيه، لجنات صحفيه تقرا في المدارس، ما تقبل من الشارع، ولا كل اللي راه صفع الصحافه الاستقصائيه وتبارك مع يعدل في ميف وما يعرف ولا يعرف الجنس كاع الصحفي معناه شنو. واضح مساء، الوقت يضايقني. الحديث ايضا في بدايته تحدثنا فيه عن الراحل المرحوم حبيب المحفوظ مؤسس جريده القلم، وللموضوع ايضا احالات الى الصحافه الورقيه، الصحافه الورقيه في موريتانيا تحتضر مع التاه والاحمد. بداية اهني زملاء الصحفيين بمناسبه العيد العالمي للصحافه، كما اهني جميع الصحفيين عبر العالم، واتمنى لهم التوفيق في مهمتهم النبيله والصعبه في ان واحد. لا شك أن هناك حرية كبيرة في موريتانيا، حرية مفتوحة، حتى أنها أصبحت حرية يقول بعض أنها أصبحت فوضوية شيئا ما، في الوقت الذي ينبغي أن تكون الحرية مسؤولة ومسؤولة أيضا عن وطن وتوجيه وطن. هناك مشاكل تعاني منها الصحافة الموريتانية رغم هذه الحرية المفتوحة، وهي أولا مصادر الخبر الغير مفتوحة، مما يفتح مجالات متعددة على الشائعة، والشائعة التي تكون دائما هي المشكلة. لذلك فإننا نطالب السلطات بفتح مصادر الخبر من أجل تجنب الشائعات. المسألة الثانية التي تعاني منها الصحافة، أو المشكلة الثانية أو العائق الثاني الذي يعاني من الصحافة، وهو عائق معيق جدا، وهو عدم توفر سوق إعلانات لدى الصحافة، وخاصة الصحافة الورقية التي تحتضر. إذا لم ننقذ الصحافة الورقية فإنها ستموت، والصحافة الورقية هي الصحافة ما زالت، لأنها وثيقة قانونية ووثيقة إدارية وكل شيء. الصحافة الورقية ما زالت في العالم هي المصدر الأساسي للمعلومة، ولذلك فالصحافة الورقية بحاجة إلى سوق إعلانات يحترم المعايير الدولية، يحترم المعايير المؤسساتية. هذا الموجود من هذه المؤسسات الصحفية الموجودة ينبغي أن تكون متوفرة على إعلانات. نحن هنا مثلا في جريدة الفجر، جريدة الإفطاري، جرائد قديمة جدا، مع ذلك ما زالت مستمرة، وهذه الاستمرارية تتطلب منها وجود إعلانات واشتراكات. إذن على السلطات العمومية أن تعي هذه المشكلة، وهي مشكلة مزمنة، مشكلة صعيبة جدا، عليها أن تعيها، وعليها أن تعي أن بلد بلا صحافة ورقية بلد بلا صحافة. بلد بلا صحافة، بلد بلا صحافة ورقية، بلد بلا صحافة وبلا حرية التعبير. الصحافة الورقية لعبت دور كبير وأساسي في توصيل الخبر وفي توصيل المعلومة إلى قرائها، وهي الآن تواكب وإن على بخجل التطورات الحاصلة في مجال الإعلام الإلكتروني والفضاء السمعي البصري. هنالك أكثر من سؤال لدى المشتغلين بالصحافة الورقية فيما يتعلق بالإعلانات التجارية، وفي أيضا بعض البلاغات التي يفترض نشرها على الصحافة الورقية كالأحكام القضاء وغيره، وهم يتساءلون بإلحاح لماذا لا توجه الدولة إلى هؤلاء عناية ورعاية ثانية. تعليق على الموضوع من طرف الإعلامية فاطمة، تفضل. ما جيت كون كافيني لحضورته، شرفني نحضر معكم في هذا اليوم المميز. يا غير اللي حضر ما صاب يسكت. نختار على أن نقول لأن التعدد وكثرة المخرجات الإعلامية لا نتيجة طبيعية للحرية اللي نادينا بها دائما طيلة عقدين من الله الأذى من الزمن الله اللي فات من عمر الدولة الموريتانية. يا غير الطفرة اللي خلقت هي اللي لابد من وقوف عندها، أنا سببه عندي بعد على أنها ترجع أساسا كيف قالوا الزملاء لأن الصحافة حالا واقعهم يقول ذاك اللي كان يقول مثل الحساني بالطوبية ولوا عني. احنا نادينا حتى افرطنا في النداء بالدعوة للحرية، الحرية اللي ما هي مضبوطة، الحرية اللي ما هي مسيرة، الحرية. وكان فم
رأي عام بضرورة ابتعاد الدولة، أن الدولة تتبعد شوي من 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 المجال، وهذا عنده سلبياته. الدولة يا الله تم لا وصية، ويا الله تم لا قريب، يا غير قريب باش بالضبط وبالرقابة ووضع حدود قانونية طبيعية. المؤسسة الإعلامية يا الله يعود يخرص فيها معايير ليتقوم أسوأ خصوصية، أسوأ مواقع موقع، وأسوأ قناة، وأسوأ إذاعة. يا الله تعود فم محددات وتوب، يا الله تعود فم معايير، يا ما يخسرش لا أكثر ذا تفضلوا وهو كاملين عدوا صحافة. يا غير يلا تعود فم وتوب محددات، يلا يعود هذا إلى اللي عندنا ما أنا طارحين الشروط للناشر، مدير الناشر اللي قد يعود خصوصي، وهذه هذه هذه حسنة، نعود طارحينها للطاقم التحرير. يلا يعود فم جهاز تحرير ومعروف معروف أعلنه أعلنه عنده خلفية، عنده بعد، عنده ماضي. أنا الموقع يصدر أفراد تحرير وما عندهم ماضي، يلا تعرف مضبوطة السيارة الذاتية للصحفيين اللي المشتغلين بالمهنة، ما إياك ما يعود لكل تيفايقهم كي قالوا يعدل الموقع، إياك ما يعود كل هارب من فشل في الحياة يعدل هذا الملاذ. نخلوا المعايير والمحددات هي اللي تحسم القضية، ولا نقولوا وها وطنا، نخلوا اللي هي الواقع هو اللي هي فراز الأصلح، هو اللي يفرز المادة حالا. أنا عندي عن ياسر من 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 المخرجات الإعلامية حالا ضحلة، المواقع حالا اللي تتناول ما فيه تحقيقات، ما فيه ملفات، ما فيه شيء يخدم التنمية، إلا الخبر الطازج وأكثر الأحوال يعود وتوف شائعة كذبة. ما تظنتوا الوقت يضيق؟ شير لي المخرج الوقت يضيق. نعم. فضل. اسحلوا لمحمد من جمعية المصورين الموريتانيين. إذن الشوري لأن في ميكرو عنده مش عنده مشاكل في الميكرو. المخرج قبل أن نواصل الحديث صالح عاد في إمكانية لعودة. تفضل تفضل. لا لا تفضل يصلح خلي ما يصلح. نغيب للحديث عن الاستشراف، استشراف مستقبل المهنة الصحفية في موريتانيا. كيف يمكن حسب وجهة نظرك وجود ضمانات تسمح للصحفي بمزيد من الإنجاز الإعلامي؟ أنا أرى أن الضمانة الوحيدة هي اللي مفتاحها لك جبرنا له إشارة ضوء، ذيك إشارة الضوء ما نقوها تخفت. خلال اجتماع مع رئيس تفهم الرئيس على ضرورة تعداد منتديات عامة. هاي المنتديات العامة احنا نعلقوا عليها آمال كبيرة بها اللي لها يتمكننا من مسألتين أساسيات. واحدة لأنه نجلسوا بجميع أطيافنا وبجميع أصنافنا ونقعدوا نناقشوا القضية ونقعدوا في جلسة مكاشفة. هاي جلسة المكاشفة وهذا البعد اللي فيه اللي لا يتندرجوا فيه جميع الاختصاصات اللي متعلقة بالمهنة، وهو اللي يبدي يفرز لنا إطار عام يطرح لنا طريق، ذيك الطريق لا تعود ممورة تكتيكات مسيرة. وبالتالي راه اللي يخلي هذا يقد يخلق فيه امل على ان المهنه تتطور. بلي لا يعود عاد تفهم الروايات قد ترجع لها. في الوقت الحالي ما فهم شيء فوضى عارمه ما قد ترجع لها. لا السلطه عندها نيه بعد انها تواكب له وتصلحه، ولا احنا جابلين نجابر وفي مامانيتنا اياك نعرف عن المهنه في خطر وعلى انها لابد من تراجع. غير هذا بصيص الامل هو اللي ما نبقوه يتم الالتفاف عليه. واضح واضح. نقول لا نمشوا فيه، نبقوا نسايروا مين يخلقوا المنتديات، اياك نعودوا نسير على بصيره واضحه. واضح العنصر الموالي يتعلق بحريه التعبير ومناصره منظمات حقوق الانسان للصحافه وللعمل الصحفي. معنا تسجيلين، نتعلق الاول بشهاده لمنة تومه المختار والاخرى للناشطه الحقوقيه سلمتها. اولا شكرا جزيلا، انا بعد قاع ونهنى الصحافه الموريتانيه بصفه عامه والصحافه الدوليه والوطنيه على عيدهم يوم 3 مايو. نختار نقول ان الصحافه في موريتانيا على انها بعد قاع صحافه نجزت ياسر من شي
تهنأ لي وعدلت ياسر من العمل وأساسا الصحافة الحرة عدلت ياسر من العمل تهنأ لي ونهنأها لي أنها بذلت مجهود كبير وذاك المجهود ظهر نختار نقول الصن حريت الصحافة حريت الصحافة في موريتانيا تنقلت من مرحلة إلى مرحلة كانت فعلا موجودة حرية للصحافة وكانت عندها دور هام في ذلك قال له نشر الإعلام ونشر الخبر وفي ذلك قال له طرح القضايا الملحة لهذا البلد اللي هو يقر يلاحظ أن في الأونة الأخيرة هناك تراجع كبير تراجع في الحريات تراجع في حرية الصحافة تراجع في حرية التعبير الضغوط أيضا المطروحة على الصحافة واللي هي في الحقيقة نقدوا نقولوا على أنها صفحة عائق أمام حرية التعبير وحرية الكلمة وحرية الكتابة وهذا يخلق في أولا على أننا نعرف أن اعتقلوا صحفيين على سبة حرية الكلمة على أساس حرية الكلمة على أساس أنهم عبروا عن مواضيع أو مسائل محظورة عند النظام الموريتاني وبالتالي هناك تراجع وهذا التراجع خطير في بلد يعود قيمة قائمة على الديمقراطية وعلى المساواة وعلى العدالة الاجتماعية وشكرا Tout d'abord, je félicite la presse par rapport à leur fête, à la fête internationale de la presse nationale, la presse internationale, sans laquelle, je pense, aucune activité n'aurait l'impact qu'elle... les activités n'auront pas eu l'impact qu'ils ont actuellement. Et je reconnais aussi, nous reconnaissons tous le rôle de la presse. Sans la presse, le développement peut être, même s'il existera, il sera très timide. Et nous savons que la presse nous renseigne sur beaucoup de choses et nous permet de suivre l'évolution de ce monde, l'évolution de ce monde à la minute près. Donc il est indispensable que la presse, donc qu'on prête une attention particulière à la presse parce qu'elle est le soubassement de toute activités liées au développement. Ces dernières années, nous constatons que la presse se réduit de plus en plus. Bien sûr, nous aurons, il y a la place de l'Internet qui prend une relève par rapport à tout ça, mais je pense que c'est insuffisant, comme eux-mêmes ont eu à le dire à l'occasion de la fête et j'ai eu à l'écouter, qu'ils demandent, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de financement parce que pour envoyer beaucoup d'activités, ce sont des activités de terrain, d'investigation qui demandent des fonds. Donc si, sans les fonds, sans un soutien, vraiment je ne pense pas que la presse va continuer à exister. Et surtout, la première victime, ce sera donc les populations qui seront en manque d'informations, qui ne seront pas à mesure de suivre ce qui se passe dans le monde, ni dans leur pays, et ni de donner leur opinion à plus forte raison, donc d'être une force de proposition ou de participer à ce qui se passe dans le pays. Donc je pense que la presse doit attirer l'attention de tout le monde et nous devons tous la soutenir et nous devons donc... réunir nos efforts pour que cette presse se développe de plus et qu'elle soit beaucoup plus indépendante, qu'elle apporte des jugements vraiment qui ne sont pas partisans, mais que ce soit des analyses qui contribuent en tout cas à l'information et au développement local et international. Je vous remercie. الحديث من المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان حول حرية التعبير في موريتانيا وحول مستوياتها والتقييم المنجز منها يجرنا للحديث أيضا حول أهمية المجتمع المدني في مواكبة الحقل الصحفي هل هو عامل مساعد أم هل هو عامل ربما غير مهتم أكيد المجتمع المدني عامل مساعد المجتمع المدني هو اللي بنشاطاته وهو اللي بتدخلاته يمكن الصحافة تجبره هو مصدر من مصادر المعلومات اللي تشتغل عليها الصحافة واضح من خلال تدخل ممثلين المجتمع المدني هون على ان هناك علاقه وطيده بين المجتمع المدني والصحافه على انهم هما يراعوا على ان هاي الصحافه على انها تعود صحافه قويه وعلى انها تجبر الدعم من الدوله من اجل تقوم بمهمتها لان اي ضعف للصحافه اي ضعف لمهمتها الاعلاميه ستنعكس مباشره على المجتمع واضح. وعلى العمل الصحفي بصورة عامة موسى أيضا ما تعليقكم على العناصر الثانية الصحافة تشكل فضاء رحب وقناة موصلة لمشاكل المجتمع المدني مشاكل قاع الناس كاملة وفعلا اللي تعود الصحافة نعود ذي قناة ذي الفضاء صحيح وسليم ومهني يدور يوصل المشكلة الحقيقية ولا بد من فهم تكاملية وفهم
ضرورة لأن الصحافة تعود موجودة لياكل المجتمع الدولي توصل رسالته اللي وهو القاعدة وهو اللي يقبل المصادر الحقيقة. لابد دائما من القناة توصل للمشكلة وتفيل قارزيها توسع نطاقها لياك تعود شاملة وعامة وتوصل المسلمين. معناها ذم تكاملية لابد منها. واضح. هناك تكامل بين الدولة والإعلام والإعلام وأرباب العمل، وهنالك أيضا تكامل بين الإعلام والمجتمع المدني. إسحال محمد من جمعية المصورين الموريتاني. اختصار شديد، الوقت يضايقني. إسحال في مشاكل عند المصور الموريتاني. باختصار ايه هو المشاكل عند المصور الموريتانيين كيف زملاء امزاد من الصحفيين الاخرين فيها لان تهميش الكثير للمصور الموريتاني وتهميشه بالاخص في هالقنوات القنوات الاعلاميه اللي فيه طرد اليومي لكل المصورين اللي ما في مؤسسه اعلاميه اليوم ما هي من هذه القنوات الحره ما هي طارده اثنين والله ثلاثه بدون مبرر وندينا بذي القضيه ونختار نقبل فيها انشاف هذا الموضوع. واضح استاذ السحل. قبل تعليق قبل ايضا التعليق قبل الاخير نتابع العنصر المتعلق باحداث تجليات الصحافه الموريتانيه. بعض الاحيان هنالك يثار اكثر من تساؤل، هل هي صحافه جهويه، صحافه قبليه، صحافه انتماء، هل هي صحافه شرائح، هل هي صحافه وطن؟ كل التساؤلات المشروعه وغير المشروعه تثار بشان الصحافه الموريتانيه. شكرا المخرج راسين وان على العنصر، عنصر مساعد ربما يكون ايضا هو اكثر العناصر المقربه للمشاهدين لماذا يحدث خلف الكواليس بين الصحافه الموريتانيه. هل هي الصحافه الموريتانيه كذلك؟ هل الصحافه الموريتانيه باحدى تجلياتها قدت صحافه قبائل وقدت صحافه القبله وهل الشرق وهل التل وهل السماء وهل الارض؟ إذا كانت كذلك فأنا شخصيا لست منها ومنها براء. تفضل أستاذ عزيز. لا أبشر زميل عبيد بأن الصحافة رغم كل هذه النظرة المأساوية وهذا التشخيص ما زالت بخير. الصحافة الموريتانية هم اللي كافينا من جلد ذاتنا. الصحافة الموريتانية واقفة إلى جانب هموم المواطنين ومشاغلهم. كشفت الفساد مستمرة في ترسيخ الديمقراطية. ما زال فيها الحمد لله صحفيين مهنيين شرفاء مستعدين يعدلوا المهنة الصحفية بكل شرف وبكل مهنية، مستعدين يناظروا إلى آخر رمق من أجل هذا الحق الصحفي. كل ما هو المطلوب هو أن علينا نتوحدوا كصحافة جادة كمنظمات جادة، وذيك جادة راهي دور الخلطة لرؤساء لهم يدور يفهموا معناها. يلا يقعدوا ويعدلوا إطار موحد، إطار قادر على انتشال الصحافة الموريتانية من الواقع المزري الذي تعيش فيه سابق. يودعوها كل الصحافة المهنية اللي ما زالت فيها اللي قليلة، راهو ياسر منها فات ودع وواحدين يفكروا في ذاك.
ووضع معايير واضحة ما فيها إقصاء ولا الحد. ليش حد عن الخطاب عنه ضده، حد في هذه المعايير أهلا وسهلا، وحد ما هي فيه السوق مفتوحة، المرصة مفتوحة يكسب الوقت، حد خل بأخلاقيات مهنة صحفية يسوى منه، الطبيب منين يقوم ويعدل عملية خاسرة وخطأ طبي فادح تنسحب منه الشهادة، حتى صحفي اخترق المهنة الصحفية وعدل اخترق اخلاقيات وادبيات من الصحفية تنسحب منه البطاقة. غير ما مقبول ان يعود اي صحاب اي حد يرفض تيكت الصحافة ويمشي عدل مولي بها ممارسات مشينة. انا ما نقدر نعود نلبس الباس شرطي ونوقف على الوتات ونقولهم سير درواتك لا سير درواتك لا، وانا ماني شرطي. معناها نحن مولي طالبين في هذا اليوم عن حد ما هو صحافي، عنه ما يلا يقول عنه صحافي، ما يلا ولا قال عنه صحافي ما يمشي عدل بيها ممارسات مشينة. حد شكره، حد ما اعطاش يمشي عجبه، وحد اعطاش شي يمشي يشكره بشي ما هو حق، وينشر الرذيلة ويعدل شي خاسر ما هو صالح. طالبين مولي العقود مع العمال، طالبين العقود مع العمال في هذا اليوم الصحافي. الناس يا الله تم تخلص الناس، يا الله يعرفوا عن العبودية ما تتخالقه. هذا كلام لا ما هو كلامي أنا، غير كلام كل الصحفيين وجميع المصورين، وكلامك تعبي وكلام الناس كاملة. يا الله الناس تم تعطى لها خلاصاتها، ويا الله تم يعطى لها علاواتها، ويا الله نبنوا مؤسسات صحفية حقيقية ونوفاو من احتقار الصحفيين وتهميش الصحفيين. ويا الله رئيس الجمهورية والله الوزير الاول والله الوزراء اللي عاد عندهم لائحه من عملاء الصحافه واخذوها لنا احنا بعد ما قال فينا عنهم يجحدوها. يا الدوله اللي عاد عندكم صحافه تخلصها السفارات والله يخلصوها الوزارات واخذوها، لان انتم الحاصلين رزقكم. نحن بعد ما لا ندافع عنهم لان لا نحموهم. شكرا. ان شاء الله يوصل للجهات الموجهه سيدنا نقيب نقيب الصحفيين. ندرك انك تحت من القبله والله من الشرق، وشين المعايير وصلتك لذا كانك قبيلتك والله جيتك كنت واحد. كنت نبقي قبيل اني عدت تخرصوا التوابل شوي يديروهم على الحق، تخرصوا بعد اللاشي يفتح الشهي وتفشويل بينات نحن ما لابد له حتى من الشهود. لان دوروا كانوا ماتين عد الله اللي اعلن الصحافة غارك لا كيف تعلنها يوم ميعة هي غارك محط سهام الناس كامل كل شيء تتهم به، تهم بانها قبلة وانها جهوية وعلى انها الايديولوجيا وعلى انها الكل شيء وعلى انها فئوية وعلى انها العمالة الخارج. طالع لنا الاتهامات ياسر ولا جزء من ذا الفوضى اللي نقول، وهذا هو اللي جرنا لعلنا يومنا مع الرئيس وقلنا حتى لا تكون ويل للمصلين وتوه ما تلبث الذين هم عن صلاتهم ساهم، الين قال الرئيس انه عنده لائحة من العملاء وعلى انهم يعرفوها. قلنا بشكل صريح وواضح على أن سيظل كل صحفي موريتاني تحت دائرة الاتهام ما لم تكشف هذه اللائحة، وبالتالي طالبنا برفع الضرر المعنوي اللي يلحق الصحفيين من هذا الوضع له، وبالتالي ما لم تكشف هذه اللائحة سيظل كل صحفي موريتاني تحت دائرة الاتهام. نقيب باتحاد المواقع الإلكترونية والتفاعل في أيضا الإطار الجمعوي والنقابي في الساحة الإعلامية، هل يمكن القول بأن بعض الصحفيين تتوفر له الحماية اللازمة والبعض الآخر مغيب عنه؟ أولا خالق شيء بالحقل، وكل رجاج يشوف شوفه يقدر يعود ضايم توخلاقه والله يعود هو مجلج براسه لأنه يقدر يعود ما معطيه ولا معطيه للدمية الأخرى. غير هذا الحقل فيه الناس فر واللي ما فيها رجاج معولة بجيها ولا ببليدة معينة، هو حقل في جميع الشرائح، فيه الصحفيين بر وكافيهم على أنهم من قبيلة الصحافة ومن جهة الصحافة ولا عندهم جهة أخرى. والله اللي على أنهم اللي إذا من الاتهامات ما مهم، أي حد عنده اتهام يالتو يظهروا ويظهر لنا الناس المتهمين من أجل أعلننا على الأقل ندينوهم إحنا كاملين، لعدنا إحنا فيهم ديننا الناس، احنا ما نكبر منا كامل، فهمت؟ لعدنا اللي عملاء يا الله تتظهر نعود عملاء وتظهر ونمشوا كاع عن الصحابه تستراح ويجوا واحدين اخرين مصقولين ولباس بهم، ولعدنا جهويين يا الله تتظهر لنا ملي لين اللي شو نحن صحفيين نتعايشوا في حقل واحد، عنده هموم عنده مشاكل يا الله نتحدوا عليها بر، اللي شايف على انه ما قبلش من حقه ويشرح لنا ذاك اللي شايب عليه، نعود الشؤون وقفهم على عاد اللي مظلوم ولا عاد رقاشه وخرش، خلونا عنكم من مراد لا يتخسر الصحابه اكثر من تاريخ. وهذا غسيل قاع داخلي ما كنا نبقوكم تنشروا. واضح. فعلا لم نتشاور معكم على
على نشره ولا في تقديمه. أستاذ موسى والبالي، هل للصحافة أسرار يعني تغيب عن المشاهد؟ وهل أيضا للصحافة تمييز في بعض منتسبيها؟ شوف، الصحافة اللي صحافة حقيقية، صحافة اللي صحافة وحقيقية، يعني أنت تتهم الصحافة معناني متهم، أنت تتهم الصحافة معناني متهم، يا غير بعد بختير تثبت بالشهود بعد أني عميل، راني أنا مضارك الصحافة، اختير تثبت الدولة بعد أني عميل، لياك نمرق عن الحقل ما تم خسره. الصحافة الصحافي الحقيقي ما يقدر يخون بلده، لا يقدر يتعامل مع الغير من أجل الفتات. صحافي حقيقي قلم يكتب الحقيقة، لا يقدر يعود لك نبته. حق احنا دخلنا ياسر من الدخلاء وياسر من العملاء، مدخلته لا الدولة، احنا ما لنا مدخلين، لا لنا مرخصين، مفرسع لنا هو اللي عدل فينا كامل من العيوب، عدلوا فينا الله، هذا ما تينا قدوا مبرأ وحد به اللي معانا ضرك في الحقل، ما هو الصحافة. 99% من ذاك اللي جانا ما نعرفه جاي من منين، 1% يخلونا نقعدوا بيناتنا ونطرحوا معيارية واضحة ونمرق لهم الصحافة الحقيقية وشو كانوا بلي يجبروا فيها عميل، ذا اللي دخلتوا انتم موارد ما يعبر عن الصحافة. هذا خطير جدا، اتهام جهة معينة وسب جهة معينة، هذا ما تلمرد الصحافة، هذا تلمرد آخرين، واحنا بعد بريئين منهم. واضح. حد يدور مولي الصحافة تحل مشكلة، ما يتهم جهة، يقيس الصحافة بنقاباتها وبروابطها ويكتب له ويقول له انه عنده مشكلة وتحل هذا، خلي عنه الجهة. في نهاية حلقتي الليلة من برنامجكم حوار نواكشوط، التوجه بالشكر للسادة الذين ساهموا في إثراء النقاش وفي التطرق إلى مختلف أبوابه وملامح المشهد الإعلامي في موريتانيا. يتقدم هؤلاء نقيب الصحفيين الموريتانيين المختار سالم، أحمد سالم المختار السالم، أهلا وسهلا المختار السالم وشكرا على المشاركة، وكذلك موسى والبهلي الأمين العام لرابطة الصحفيين الموريتانيين، أهلا وسهلا موسى. كما شارك في الحوار وفي النقاش أيضا محمد علي والعبادي وهو رئيس اتحاد الصحفيين المواقع الإلكترونية الموريتانية، شكرا أستاذ محمد علي والعبادي. شارك معنا كذلك في إثراء النقاش السادة عزيز الصوفي وأحمد النباش وكذلك عبد الرحمن الخرشي وأبي محمد بونة وفاطمة وزحل وغيرهم من الإعلاميين. كان في إعداد حلقة الليلة الصحفي القدير أحمد وللبو، شكرا وسهلا، شكرا أحمد وللبو. وكانت أيضا معنا في الإعداد مريم من تبو عسرية وأم البنين من تيوبا في إعداد المادة الصحفية، وشارك طاقم متميز في الجانب الفني في الديكور علي الشيخ، في الصوت نجاقا، ومن وراء الكاميرا ملعنين وشياخ والولي والأستاذ ددة. وأخرج حلقة هذه الليلة كما هو معتاد الأستاذ راسين وان، فله منا كامل الشكر. وإلى حلقة قادمة من برنامجكم حوار نواكشوط، أشكركم وأشكر الجمهور الذي ساهم في أيضا النقاش وفي حضور الحلقة، كامل الشكر والسلام عليكم. أستاذ هنا 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 ه